الطبيب النفسي الأكثر إثارة للجدل، صاحب التصريحات الغريبة والأفكار والمعتقدات الأغرب، قادر تماما على إحداث البلبلة واللغط وإثارة المشاكل والجدل. الدكتور علي بلدو، أهلا بك في اعترافات. لا اهلا بك ولا حاجه، ليش من البداية دي؟ لانه ده كلام ما صح من الاول. لا ده كلام صح ده تماما. كلام ما صح. كيف ما دخل بحثا عنك ودانا للنتيجة دي؟ بحثكم ده باللو واشربوا ميته. ازيك، اول حاجه كل سنه وانت مرحبا طيب، بك وعيد سعيد ان شاء الله دوما، يعني تامين والامين ان شاء الله يا لكن رب. ما اظن حيكون سعيد بالطريقه دي يا استاذ. انت ليه جاي كده بهجوم طوال؟ انا قاعد اسلم عليك. انا طبعا السلام شيء ولا حاجه ثانيه، الزول يقول لك انت مثير للجدل وانت ما عارف ده كلامك. انا جيت انت ما ونجي مثير المرات للجدل، 206 جدل. انا انت كمان مثير للجدل، انت بس الكرسي ده اول حاجه. ولا انت احسنتيني، انا ما جيت المشكله. ما نحن جبناك عشان انت مثير للجدل، المشكله انت ما مثير للجدل بشغلك، انت طيب مثير بيشن. للجدل بافكارك وبمعتقداتك قولي لي وبتصاريحك. قولي لي مثال واحد. هقول لك امثله كثيره جدا خلال جدا الحلقه دي. اتفضلي نبدا من الاول وانا خالص، جاهز. نبدا من الاول وانا خالص. اتفضلي. الغوا ما انتم ملغون. ما هنلغيش، احنا حياتنا زي ما هي، زي ما اللي انت بتقوله كله بالعربي. كويس جدا. فكره ان انت واحد عن والدك، ده السبب في الحياه الغريبه اللي انت بتعمل فيها، دلالك الشديد في طفولتك انه انت واحد عن والدك، اتدلعت شديد يعني كده، طلعت بتقول حاجات منافيه للعرف وللعادات وللتقاليد وللمجتمع. فكره الدلع الزايد هي اللي وصلتك للمراحل دي. طيب اول حاجه تاريخيا عشان نتكلم شويه، انا ما قصدي يعني اقعدك في الكلمه. انت لا انت قاعدك في الكلمه، تاريخيا جنكيز خان اللي هو تيموجين المعروف كان وحيد عند امه، الاسكندر الاكبر كان وحيد عند امه. ففي صوره عامه الناس بيكونوا دائما يعني هم وحيدين، دائما بيكون عندهم مردود في المجتمع بصوره عامه، معنى يعني انه دول يكون معجن ومدلع وكذا وكذا وكذا. فانا الدلع والعجن يا استاذه ساعدني ما ضرني. ساعدك في شنو؟ في كل حاجه الحمد لله، اني عرفت جدا، مشيت لقدام الحمد لله، محمود السيرة والمسيرة وكل حاجة، وعملت حاجات كثيرة جدا الحمد لله، لدرجة إنه الناس يعني يمكن غدوا سنوات طويلة هم ما قدروا إنه يحققوها. برضه الوالدين دونشاك، والحاجة الثانية بالعزيمة والإصرار. لكن الحكاية دي كانت بالعكس، كانت بالنسبة لي ترى بتدفع أكثر إنه زول يمشي لقدام. مردودة في المجتمع اللي أنت عملته شنو؟ أول حاجة إحنا عملنا نوع من الوعي والاستنارة. يعني كان قلت لي انت وعي عملت واستنارة، احنا عملنا للناس نوع من الوعي. دكتور علي بلدو اللي بتعمل فيه واللي بتقول فيه في القنوات وفي المنصات، نوع من ده وعي الوعي واستنارة. الوعي والاستنارة. احنا جينا في مجتمع مغيب تماما، مجتمع مغيب، مجتمع عنده حاجات كثيرة جدا ما ناقش فيها حنانه. فهمت كلامي؟ فانت جيت خلي المجتمع ينقش الحاجات، جهل مطبق في حاجات كثيرة جدا، في التوعية النفسية، في المجال الطبي، في حاجات كثيرة. احنا بدأنا نخض الأصبع في اماكن الجروح ونقول للناس يا جماعه الكلام ده ما صحيح، عندكم مشكله هنا وعندكم مشكله دي العمليه. يا ريت لو التزمت بالنواحي الطبيه والعلاج النفسي. انت بتصرح في اي مجال وفي اي حاجه لازم طيب. تقول رايك في اي، في الفن، في السياسه، يلا. في الدين، يلا. في الثوره، في اي حاجه انت لازم تيجي تتكلم ولازم تقول تصريح مشاتر. عيني كلامك ده اكبر دليل ان احنا لازلنا نعيش في غيبوبه. والدائرة تأكد إنه شعبنا السوداني في غيبوبة يعلم الأزناج، بمعنى عشان يتأكد إحنا عايشين في غيبوبة عميقة جدا. ليه على قيد الغيبوبة. أها تفضل. هل تعرف يا أستاذة إن أنا محامي؟ أعرف تماما، ما أنا عملت بحث عن قانوني، عارفة، وخريج الآداب، دي كلها ما لها دخل بالتصاريح اللي أنت بتقولها، والطب والطب النفسي والقانون والشريعة أبو الحروف وأصول الدين واللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. هل تعرف ان احمد دكتور في القانون الجنائي؟ طيب انه صحفي واعلامي طيب. وضابط سابق وضابط شرطه. طيب اوكي، ده كله على ده كله عارفة على عين عارفه، ولانه انا عملت بحث عنك. لا عارفه، ولانه عملت طيب بحث عنك. الكلام ده هل ما بحق لي اتكلم؟ انت ما بتتكلم في سياق الطبيعه يا دكتور، يا استاذه والناس بتاعنا تقشرموا وناس غير احتراء حد يتكلم بقت علينا. أنا ما أتكلم، أنا ما بتكلم عن نعم. تعاليقك، بتكلم عن تعاليقك المشاترة الخارجة عن المألوف المعتيادية. وما هو المألوف يا أستاذ؟ المألوف إنه أنت بتجي بحاجة بتصدم بها الناس، بتصير بها جدل. الناس اتعودت تعيش في جو بتاع دغمسة ويغمسة وإلى الآن. إحنا بنحب دائما الحاجات نغطيها ونعمل رايحين، نعمل شنو؟ رايح البلد دائما اللي عندي رايحة. بنعاين في الفيل ما دول دول ذاته خلينا نمشي نطعم في النعامة ونطعم في ثعلب وفي الكديسة وفي كذا. احنا لما نجي نتكلم نقول للناس يا جماعة انتوا على خطأ والكلام ده ما صح، يقول لك لا
الكلام ده انت جبته من وين والحاجات ازاي دي؟ الكلام والتصريحات اللي انت بتجيبها من وين؟ بجيب من نمط الدراسه ومن نمط تخصصي. بالمناسبه يمكن انا اكون الزول الوحيد في هذه البلاد فما بقول السودان انه عندي راي في الاسم ده بالمناسبه. انت عندك راي في حاجات كثيره جدا حنجي. انا بقول هذه البلاد في هذه البلاد الظالمه اهلها كويس معاك وحكامها ايضا ظالمين معاهم. ما في الى هذه اللحظه اللي بتكلم في الحاجه بتخصه الا انا. انت ما بتتكلم انت بتتكلم في الحاجه اللي ما بتخصه عيني عيني. انا ما في يوم جيت قلت والله حقه الفرق تلعب بجمل تكتيكيه معينه لا بتقول رئيس الوزراء عيان نفسيا والفنان الفلاني المفروض ما يغني وال 4-4-2 وتعمل تفتح اللعب بالاطراف. ممكن اتكلم كده لان بيجيهم بيتكلموا حتى في القنوات وبيحللوا ديل ممكن اتكلم احسن منهم من اساسا. لكن عشان بتكلم في مجال بخصني ما ممكن اتكلم هناك برضه. احنا في مجالنا الطب النفسي يا ملاذ عندنا عود في اي حاجه عندنا لاقين فيها عود اي شيء. شفتي؟ الانسان ده حيا وميتا احنا عندنا معه كلام في مجالنا ده. عشان كده اذا زول بيفتكر انه احنا مشاترين وبنتكلم ما نحن انت تحديدا انت تحديدا انا بقول له لسه ما شفته حاجه دي المناظر بس. يعني انت لسه جاي اكثر من جاي لسه اصبروا لي بس شويه ان شاء الله. في ناس كثير جدا شايفين انك انت محتاج يا دكتور نفساني. طيب ومحتاج لعلاج طويل الامد لانه عندك مشاكل نفسيه كثيره جدا واسقاطات. نعم. بتطلق على المجتمع وعلى الحكام وعلى السودان. طيب اللي انت حتى اتهمت تاريخ السودان انه هو تاريخ مزور. تاريخ مزور. فالناس بيعتقدوا ان انت المفروض تتعالج وتفكر في الكلام اللي انت بتقوله بعدين تيجي تقول. شوف اي زول مصلح او صاحب فكره او عنده رؤيه للتغيير لما نجي ما التغيير بتاع الجماعه لصوص الجونه ديل كويس دي مسمياتك انت التغيير بتقول عنها لا لصوص لصوص التغيير الحقيقي احنا دايرين نتكلم عنه دايما بيلاقوا الحاجات زي دي. الرسل ده كلهم يقول لك كاهن ومعلم وشاعر ومجنون صح؟ ده الرسل ما يزال بيجي يعمل تغيير بيتكلم عنه الكلام ده. انت جاي تعمل تغيير قالوا لما جيت قال لهم الارض مدوره قالوا ده جنه ولا شنو الارض شنو مدوره وده كلام شنو دولاسيبس بتاع فرنسا العمل السويس احفر الغناء قالوا ده شيء ده مصحة ده ما نصيح. ليه بتغاري نفسك دايما بالعظماء وبالانبياء وبالناس المافي دول اصلا بيصح؟ ايوه عندك نوع من النرجسيه وحب الذات وتعظيم الذات ذاته بتشوف نفسك في حته ابعد من الحته الطبيعيه للانسان. يعني شوفي شوفي ارحم الله المرين عارفه قدر نفسي. يا ريت تعرف قدر نفسك يا دكتور. يا ريت لو انا تعبت من الخمس دقائق قالوا لي انت انا ما شفت حاجه يا استاذه. اوكي انا متوقعه تفضل فهمتي؟ ها انا ممكن اقعد معاك 50,000 سنة خلي 5 دقائق ولا 5 ساعات ها؟ والله ما نضب المعين ولا معين ينضب نهائي ما ننضب. انا عندي معين لا ينضب. ممكن تاخد نفسك في حتتها السليمة بس الحاجة المعقولة. انا ليش بتكلموا صح؟ وبيقولوا الناس شوية مش بيقولوا كده؟ أول حاجة لما الواحد يجي يتكلم بنتكلم ده منه؟ تبقى يا واحد عن قاري ساكت يا واحد من الرباط اللي بيتكلموا في المساجد مرات وبيتلوا المنابر بدون حق الائمه المساجد اللي بيعتلوا لا انتظر واحده واحده لا ما تنطق انا ماشي الائمه اللي بيعتلوا المنابر وبيقولوا خطب لحظه الناس زي ديل يا استاذه ده ما انقالها ده ائمه مساجد ما دقيقه في مشكله كبيره جدا الجمهور ما عنده وعي بالمشكله ذاتها. منو قال لك ما عارفين فيها شيء. عشان كده المجال الطبي النفسي ذاته الناس منه غلط. شوف اغانينا كلها قالوا علي شقي ومجنون وشاء الله أجن وزيد في الدين ويا بلد وديني المصحة سمعتها؟ الأحة وقلبي زحة ده مستوى بتاع أغاني ارتبط به اسمك كمعالج نفسي وبتدعو للتغيير في أغاني تانية بمناسبة لما الجن يفوت حده أو زول اللي يفوت حده وديله على بلده. فهمت كلامي؟ أي زول اللي يفوت حده وديله على بلده أيا كانت زول دمنه عشان يرجع ولا حده. ما سمعنا بأي حالات مستعصية ساهمت في شفائه. الناس بيقولوا انت اصلا ما مركز في الطب النفسي ومتجه للتصريحات ومباراه الاعلام. اقول لك حاجه دائما الناس بيتكلموا زي اللي ما عندهم وعي بالمشكله. يعني عندك اطباء نسوي الدولي مشغالين مع نسوان ده لهم 40 سنه في يوم واحد جه قال لك انا حامل او عندي جابوا لي ولدت لي طفل او عندي وحم ولا حاجه زي دي. لكن بنعرف انجازات انجازات دقيقه مثل الاطفال مثلا زملائنا في الاطفال لهم التحيه كلهم في يوم واحد جه شايل له مصاصه ولا لابس له عفريت ولا حاجه قال لك انا ماشي وداني اديني بلومه يا دكتور حجم شهرتك لا ما دقيقه حجم شهرتك الكبير حجم شهرتك الكبير ما بتناسب مع اسمك كطبيب. اسمك كطبيب كبير جدا لكن ما سمعنا بحاله مستعصيه على جبلده. ما سمعنا بناس يعني بيقترن اسمك باثاره الجدل بمباراه الاعلام بظهور المكثف ما بيرتبط بمهنتك الحقيقيه. يعني
يعني انت مهووس بالشهره وبالتلفزيون وبالاعلام. انا حتى لو حكيت لك انا عندي كم واحده بتجيني او كم واحد انت لا تحكي لي، انت المفروض كطبيب يكون صيتك وشهرتك تبغاك كمعالج. كم واحد بتجيني وكم واحده بتجيني هي مشلوله شالنا بكرسي لها 20 سنه وبترجع تمشي بكرعينها وتشيل الكوش تحط في ظهر العربيه وتمشي. كم زول عميان فتح، كم زول مكسر مشى، كم زول ما بيتكلم بدا يتكلم ثاني، الاف. لكن عدم الحب للشهره بمناسبه، عدم حب وعدم الحب انه زول يعمل دعايه لو ده بيتناقض مع السلوك الطبي. انا انسان على خلق، فهمت كلامي؟ ما بحب اعمل دعايه اقول انا سويت زي ما الناس الثانيين بيعملوا بمناسبه. عملنا وسوينا وفي الغنوات وفي الاذاعات وفي مالنا الكلام عليك ده وسويت على الاقل الناس الثانيين ديل بيشتهروا بانجازاتهم الطبيه. في سلوك طبي وفي اخلاق طبيه الناس ما الناس بدوا يتناسوها، لكن احنا ما نسيناها. احنا متذكرينها تماما، بتمنعنا انه نعبر عن الحاجات الزي دي. الحمد لله انا في عيادتي كل يوم الحلاوه مدوره والخرفان مدوره والهدايا مدوره. ليه ما سمعنا الحاجات دي بتطلعها انت؟ اذا الانجازات الطبيه دي حقيقيه لحظه يا دكتور، لا ما الحاجات دي بتطلعها انت، بيطلعوها الناس اللي تعالجوا والناس اللي عندهم امراض مستعصيه انت عالجتهم بيطلعوا الحاجه دي وبنفسهم. انا بجوني كميه من الناس يا دكتور احنا دايرين نعمل لك تهنئه في الجريده. بتقول لهم لا يا جماعه شوفوا ده تهنئتي بس ادعوا لي، يقول لي يا دكتور علي يا رب يديله العافيه، بس بدعوا لك يقول لك يا دكتور علي ربنا يهديك. مع انه في ناس ثانيين يقول لك والله دي فرصه نمشي الجريده ونشكر الدكتور فلان على جهوده المقدره في شفاء ما رضفنا والكلام الفارغ الحاصل ده. الحاجه دي انا ما عندي. ليه؟ لان انا على خلق. فهمت كلامي؟ وده بنقد السلوك الطبي بالنسبه لي حاجه كثير جدا بيقولوا ناسين الايام دي حاجه اسمها سلوك طبي وشيء ثاني. طيب وانت الدكتور على خلق في سيدات اتقدموا ببلاغ رسمي للمجلس الطبي بانه في طبيب معالج نفسي شهير بتحرش بهم في العياده لما يجي. كل اصابع الاتهام، كل الناس المتابعين للخبر المتداول بكثره، يعني حتى سبحان الله ما كان في اسم مرادف لاسمك كمتهم. صح، كنت انت المتهم الوحيد قدام الناس كلها. نعم. بالحادثه دي. نعم. ما كان في دكتور ثاني اسمه مقترن بالحادثه دي غير علي بلدو. صحيح. لماذا الحادث ده فعلا حصل شنو؟ في احد هو ما طبيب بمناسبة، هو حاجة اسمها المعالج النفسي. وده الأشخاص يعني عندهم صلة بالمجال النفسي لكن هم ما أطباء وبيشتغلوا الشغل زي ده. فعلا تحرش بكمية من المريضات. أول حاجة تم في التهمة إنه ده ما أنت الطبيب. لا طبعا هم منهم مريضات يعني حصل لهم حتى حاجة حملي بمناسبة. مش إذا طبي فعلا يشتكوا هذا الشخص حصل قضية مدورة مع اللي حصل فيها أشنو. لكن دي من ضغط الشهرة. لما نقول لك معالج نفسي، طبعا الناس ما عارفين يفرق شنو المعالج نفسي وطبيب نفسي. الفئه مكفيه من الغاز للكهرباء للبنزين للمواصلات عشان يفهم لك يعني يفرق شنو معالج نفسي وطبيب نفسي. صعب عليه واعلامي شهير بس علي بلدو. ليه ما نفيت؟ انا ليه ما حاولت تقول ده ما انا؟ طيب واسي انت بتقول انه ما في اسم غير اسمك اتقال في القضيه دي. دائما اللي بقول انه دائما النادم من ما تجد ما تاكله بتاكل نفسها. فالاخبار الزي دي لما تدور لكن من يعرفوها بعرف انه ده مالا. لا الاخبار الزي دي لما تدور بتعمل لعلي بلدو شهره زياده، وان كانت شهره سالبه من البسعه وراها علي بلدو جاهدا انه بحاول يحصل على اكبر قدر من الشهره والانتشار. عيني ايا كانت السبل وايا كانت التصاريح وايا كانت الاخبار. انا يسوب امشي اقول لهم ده ما انا وامفي الكلام ده عن نفسي واطلع عليه. انت زول ذو خلق وانت طبيب ده يتنافى مع مهنه الطب اصلا. وتصريح صحفي وبتاع لا ما بعمل كده. سبب بسيط جدا انه اثاره الجدل مفيده جدا بالنسبه لك. لا ما عشان كده ده نموذج حي انه كيف ممكن الانسان يدفع ثمن حياه نعمه قد تكون نقمه بالنسبه له. انها قد تكون الشهره بالنسبه لك انت قادر تستفيد من اي حاجه وتحولها لنعمه. شوف انت زول اعلاميه ولك في الاعلام دائما زي الزنو نيجاتيف بابليستي. الانسان الذكي ما بنعترف بشو الانسان الذكي الانسان الذكي اعلاميا بيحاول الحاجات السخيره حسب واقع الحال. انت قاعد تعمل اخبار زي دي زول بدا يمين فيها وحاجات زي دي بتزيد اكثر بتخوف المجتمع. نحن في مجتمع محافظ لما تخليها كده بتموت بمهدها. لا ما بتموت ما بتموت القضيه دي ما امبارح لحد هسه حيه وعايشه. طيب ليه ثاني ما جابوا اسمي؟ سبب بسيط لا كل ما تذكر القضيه بذكر اسمي. في ناس اصلا متاكدين انه ده انت. لما اقول لك معالج نفسي اول حاجه بيعرف انه ده ما دكتور. ما في انت قلت الفئه العارفه الفرق بين الطبيب النفسي والمعالج بسيطه. دقيقه دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه البنات ديل ذاتهم المرضات ديلهم ذاتهم نفوا الموضوع ده. انت قاعد ما ديهم تليفونات
ضربوا لهم تلفونات ولا ارسلوا لهم رسائل بيكونوا تعرضوا للضغوطات وكلام في المجتمع محافظ ما عاد منه دعى لي بده لا رجل ما علي بده دعى لي بده نفول ايه حددتهم لا بالعكس انا اساسا ما انا اساسا ما مرضاتي اساسا ما مرضاتك لكن الموضوع ده بيعمل لك شو شرع فهمت كلامي ولعلهم دفعوا الثمن انه يعني ما لجوا للشخص المناسب لعلاجه انه انت الشخص المناسب لعلاجه الحمد لله وده النتيجه فهمت وده النتيجه وغيره كثير جدا يعني مستوى التحرش اللي بيحصل بالمريضات من اشخاص غير اطباء في هذه البلاد تفوق يعني نسب عالية جدا جدا في عدم وجود رغبة وعدم وجود قوانين مفعلة وانتهاك لحق المرأة السودانية وحق المريض السوداني نسب الأطباء من غير المعالجين نفسهم والله من الأطباء والمعالجين يعني الطبيب السوداني بيتحرش بالمريضات في السودان مريض ما حقه أقل حاجة قال له في الأول ابتسامة من دكتور قال له ابتسامة ده جانب تاني احنا بنتكلم انت هسه قلت انه على الاطباء النفسيين والمعالجين النفسيين بيتحرشوا بالمريضات الحاجه دي شائعه في الوسط الطبي النفسي موجود في اي مجتمع موجود في الاطباء في غير الاطباء موجود لكن احنا مريضاتنا مع الاسف مريضاتنا ما عندهم القوانين المفعله اللازمه عشان كيف الناس بيسكتوا خوفا من الفضيحه وخوفا انه يلاحقوهم ويكشفوا حالهم وكلام زي ده فانا بدعو من هنا انه كل مريضه حصل لها نوع من التحرش لفظي او معنوي او جسدي لا ما تسكت طبعاً. طبعا تشتكي الشخص اللي عمل الكلام ده بكل صيغه وبكل قوه هو من جامل حقنا كامل نعم طيب قال لي انت جاي لابس لنا بدله يعني ما جاي لابس الحياه الغريبه بتطلع بها بدون كرافته دي حركه بدون كرافته اي ما انت لازم تعمل حركه تيجي لابس جلابيه ما عارفه كيف لونها اخضر لونها احمر انا من قبل منتظر اشوف انت هذا انا كنت قايلك عندك ولا زوج في الليل اوكي معلش الحاجات الغريبة لا أنت تمام أنت تمام باقي بس نقاط الحبة شوفت أنا فيتك لا أنت فهمت سؤالي أنت الليلة جايين مهندم شوفي في اللقاءات شوفي. الثانية بتلبس حاجات يا غريبة يا صديقتي الجميلة اتفضل أنا أي حاجة ألبسها حلوة وانين الجديد نتكلم عنها البيت كان اللي بستلي شوال بتاع خيش حلو فيني يا سلام يا سلام والتسريحة رأيك شنو لا تمام أنت أهم حاجة ثقتك العالية ما عشان كده المرء يلبس من اللوم عرضه كل الرداءين يرتدي فيها جميلة عشان كده تلبس جلابية حمراء جميلة البس جلابية خضراء جميلة على كيفي ما جميلة القلك جميلة ورفعها على المغلوب ومزقها على كيفي وكل اللي بيعجبك والبس اللي بيعجبك ما دي ما حاجة حلوة تطلع في لقاء تلفزيوني لابس جلابية حمراء في شنو؟ هل تعلم انه انا لما اطلع في القنوات اصحابي الترزيفهم دلما بيحضروا اللقاء يشوفوا اني لابس شنو الليلة عشان يعمل شنو بعد انا بطلع موضه ثاني يوم طوالي ما شفت اللي انت بتلبسه وانت لابسه منو قال لك قلت لك انا منو قال لك يا استاذه ملاز انا ساهمت في الارتقاء بالذوق السوداني في اللبس وفي الكلام وفي المظهر فهمت كلامي في المظهر حتى في مستوى الكلام نفسه حتى في مستوى الكلام اللي بيقول لك الكلام ده منو الاقنعك بالحاجات دي منو انت ساهمت في يعني في تحسين الذوق العام قال لك منو كلامي عيني. انا زول بشوف حاجاتي كلها في الشارع شفت ناس لابسين جلاليب حمر وخضر انا ما بكون قاعد في البيت شفت ناس بتمشطوا انت بتتمشى بتحب المشاط اشيل التليفون بتاعي اي والله صح عمل وسوى لما اطلع الشارع بتاع الفول بتاع الطعميه بتاع الطماطم بتاع الخضار بتاع الشاي مجتمع المحل المجتمع البسيط ده بيحكي استك الحاجه كيف فهمت كلامي في المجتمع البسيط ده ما تقول ممشي شعره زي على بلده تجيني مثلا واحده من حته نائيه جدا اقوم الاقيها في السوق اسلم عليها دكتور ازيك تقول لي انا امي لا بقري لا بكتب لكن والله انت تكون انت ربيتني في الاذاعه ببرامجك هل تفتكري حاجه دي حاجه سهله انت عالق بسيطه بنلاقيها كلنا يعني عادي ما غير سهله انا بتكلم عن لبسك الغريب وتساريحك الغريبه ونحن صحفيين علمتهم المهاترات انت 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 سيد المهاترات والشتم والقصف والمشاكل الساي والصراعات الساي والتصريحات الساي وجر الشكل مع النجوم ومع السياسيين طيب. ومع رئيس الوزراء وما الى ذلك ساي لمجرد التواجد لما كان فيه لمجرد التواجد قلت أسأل آخر تصريح لك قلت إنه أي سياسي يجي وأولهم رئيس الوزراء القادم يجي قابل علي بلد مفروض عشان شنو؟ مفروض عشان شنو؟ لأنه هذه البلاد لا يوجد فيها الآن شخص مهيأ أو مؤهل نفسيا أو اجتماعيا أو ذهنيا أو عقليا إنه يدير هذه البلاد أنت عرفت كيف كشفت على كل الشعب السوداني نفسيا خلال ما يدور في الساحة السياسية من الأقوال من التصريحات من الأفعال إحنا عندنا ما عندنا قيادة رشيدة هذه البلاد تفتغل لقيادة راشدة السودان الان ما فيه قيادي راشد ما فيه زول عنده كاريزما انه يبدي البلد لقدام هذه البلاد منو حينقذها عارفه منو صلاح ويلي حينقذها لانه حيفوز بها لقدام اذا اخذنا الموضوع من ناحيه الكوميديا صلاح ويلي هو مستقبل البلاد عارف الكلام ده
احنا محتاجين لانسان يكون عنده كاريزما، يكون عنده رؤيه، والحكايه دي حاسه مفقوده، مفقوده تماما. احنا جونا اشخاص ضعفاء معدومي الاراده تماما، سرقوا الثوره بكل محتياتها. يا ثوره، الثوره اللي كنت ضدها، تاجروا بدماء الثوره اللي كنت برضه بتتاجر بها، كنت ضدها وكنت بتنبذها وبتشتم الثوره وبتشتم الثوار. 200 سجن تصاريح كثيره جدا. هنجي للمواقف السياسيه في فقره كامله، لكن احنا ماشيين بتسلسل معين جدا. تسلسل ماشي بيسلم، ماشي بسجالة، ما عندك أي مشكلة. لما خلاص التصاريح الكثيرة بقت ما عندها جدوى، وحسيت إنه شوية الناس يعني زهجت من تصاريحك اللي أنت بتقولها، ومن الشكل الغريب في اللبس، ومن المشاط وتطويل كنت بتمشط شعرك. أقول لك حاجة، أنا كنت مما كنت صغير حين في النباوي، شفت ناس مالك اللاتينية، ناس باتيستوتا وكانيجي، ناس أرجنتين، أنا ما كان غريب إن أنا جاتي السودان أساسا، كانت تقول انا هندي ولا جاي من بيرو ولا جاي من البرازيل ولا جاي من ارجنتين. من زمان الحكايه دي موجوده، يعني ما من حسه. يا تمشط شعرك من انت صغير. فهمت كلامي؟ الكلام ده ما من حسه. والشعر المزدل هو من السنه بالمناسبه. ما هي السنه دي اي زول بياخذ منها هو دايره، يعني ما مشكله. فهمت كلامي؟ والحاجه الاهم من ده كله، اللي بيقولوا الكلام ده كله بالمناسبه مع الاسف هم ما عندهم شعر، ناس دقنوه ساكت. بيجيبوا المصطلحات دي من وين؟ ناس دقنوس، يعني شو دقنوس؟ عنده صلعه يقول لك يا اخي انت شعرك طويل ليه؟ يكون غيران. وانا حاكون بالمناسبه يا استاذه يا صديقتي الجميله، نقول تحرش بيت كمان بعدين، تقول تبغى تحرش بيت. لا لا تفضل. انا شعري طويل، شعري قصير، عندي صلعه، حاكون نفس الزول. ما حد غير نفس الزول النرجسي، شايف نفسه فوق الناس، العالم ببواطن الامور. الزول عارف نفسه وعارف مجاله ومالي مركزه وعارف تخصصه، وبتكلم ما بتكلم كلام بنجر من راسي. والله بتنجر من راسك وبتقطع على الدائره وبتقوله. لا كوركتا، لا نبستا، لا شتمتا، لا تفيت، لا حددت لي زول، لا قادت لي زول، لا عملت لي في زول بلاغ. انا فتح فيني بلاغات وكلام كثير جدا، لكن انا مش اشتكي لي زول. وعندي سيف ضربته منه تكفيني، ولكن اني ادبا الى الله اشتكي. ما استرني تناقضات عجيبه جدا، شخصية متناقضة جدا ومختلفة جدا حسب الفهم، حسب الفراقك انت، حسب اللي انت داير توصله. الفهم قسم. انا من اغواري غير المأسورة، حتكون مأسورة قريب دي بمناسبة، انه الفهم والريدة قسم. دي من الاغوار المأسورة. زول قال لك انا ما اريدك، ما حد قلت انت ما اريدتني ليه تعلق معك انك تريدني. نفس الحكاية، زول ما فهم، ما فهمك ربنا اداه كده. قدر فهم، اوكي معلش ما مشكلة اخوذني، قدر فهمي. انما انا غاسم والله يعطي. طيب إذا ما أنا شنو؟ غاسم والله يعطي. أوكي تمام، ما في مشكلة، أنا ما فهمك، أنت خذني على قدر عقلي وجاريني بس في محاور دي لحد ما قلت المعاني في عظيم بنائها، كل اللي يرى قولي على مرآتي، زي مرآتي وسخانة بشوف البصخ. أنت يا دكتور مرآتك أنت بس، أنت بتشوف اللي أنت دايره وبتقول اللي أنت دايره. نتكلم من ناحية ثانية، تقربا من الفنانين بقيت تكتب شعر. لشيت ما قدرت تقول له امبارح، ومشيت عملت بطاقه لمزاوله المهنه عشان تغني. غلبك، ما فضل لك شيء في الدنيا ما عملته. طيب عملت بطاقه ليه ده تبقى مطرب؟ طيب كالاتي، اول حاجه احنا بنرسخ لقيم معينه، ان في حاجه اسمها الفنان الكيري، زي يكون فنان كيري زي جماعه كده، خليهم بالكورنر. اوكي انت ما منهم طبعا. احنا لما نيجي نشتغل نقول للناس يا جماعه امشوا الحاجات افصلوا ليها تفصيل حقيقي، وزي اللي مشي في التراك او مشي في القناه الرسميه. والله ده يكون مثلا في اتحاد الفنانين والمهنه التمثيليه والموسيقيه، زي اللي بيمشي يقدم ورقه بيعمل له معاينه ويدفع الرسوم ويدوب بطاقه. ده تبقى مطرب؟ دي الحاجه، انا مطرب، ممثل، مؤلف، كاتب درامي، ابو الحروف، دقيقه، ومخرج، ومحامي، وطبيب نفسي، وإذاعي. لا في المجال الفني. ده في الفني بس. كاتب سيناريو، كاتب قصص قصيرة. الحمد لله. وأنا عندي مسلسلات بمناسبة. أي حنجيب التفصيل مسلسلاتك العجيبة جدا اللي عملته فيها. وحاسة مشي للغنى دي. أنا حاسة الحلقة دي أنا خرجتها لك. شايف إن لزقت قاعدة الماء، لا مخرجين ولا حاجة. لا لا عندنا مخرجين، نحن شكرا. ما قلت لك يعني، قلت لك يعني بصورة كذا، فهمت كلامي؟ وبرزولي عنده نعم يحدث بها نعمة ربك فحدث، الحمد لله. نحن ما شفنا نعمك دي عشان نعرف انه انت هل انت موهوب فعلا ولا دخيل على الوسط الفني. هل انا منحت لي زول قلت لي على خلا ما تمشي المهنة الموسيقية والتمثيلية، هشي طريق بسطونة قدام في تحت المورد، قلت له ما تجيب بجيب بدي صوتين،
اللي يمشي هو دخل الاتحاد يمشي يمشي خليه يمشي يقدم ورقه عاوز تبقى مطرب بتلقى وقت من وين اصلا للحاجات دي كلها مش مفروض انت تكون مركز في الحاجه اللي انت اساسا متخصص فيها طيب تخصص نفسه انت في حاجه ما عارفها انه انا مدرب مدربين في التنميه البشريه تعرف حاجه اسمها الماستر كوتش كوتش ولا ما سمعتي بيها لا لا سمعت طبعا دونشك لكن الوضع ان ما نفع حاجات كثيره يا استاذ بجد بكل صراحه ما مشكله فهمت كلامي تمام التنميه البشريه تقولك انه كيف انك زمنك تقسم زمنك كيف اداره الوقت انت عرفت زمني من وين عشان تعرف ان هنا في زعلتني ولا لا نعمتين ناس مقبولين فيهم الصحه والفراغ تقسيم الزمن وتقسيم الوقت هو شنو بديك فرصه وبديك ده ما فراغ نحن ده مثل بيقول لك صاحب ركاب سرجان ويقيع انت بتعمل في 500 الف حاجه وما ناجح ولا مميز في حاجه واحده ناجح في التصاريح المثيره كويس ما عندك حاجه معينه كده انت ابدعت فيها اقول لك حاجه يا استاذ اتفضل انا بدرس لطيف على الخرطوم استاذ في الكليه حب الطلبه لي خلاه انه اقول لي ما ادرس معانا ثاني ليه؟ طبعا بيجي جروبات للدكاتره فانا جروبي بيقوم بيحكي للناس الثانيين والله ليه الدكتور علي عمل لنا كده وسوى لنا كده وداني وحكايتي فهمناها وشرح لنا وحاجه جميله بكره الجروب يبقى كم؟ اثنين جروبين ثلاثه في النهايه تلقى البص زي الحافله حق المواصلات من الكليه طوالي وين بيجينا هنا كله وقفوك من التدريس فقام باقي الدكاتره احتجوا يا اخي احنا طلبه ما جونا ليه وكده 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 ففي النهايه قلت لهم يا جماعه خلاص مش انا المشكله في الموضوع ده انا ماشي خليهم يمشوا الطلبه اللي حبهم ليا يا استاذه عارف عملوا شنو؟ ابي يمشوا للدكاتره الثانيين هعمل شنو؟ وجينا نيجي بالمسا في الكليه نعمل لهم محاضرات الحقد المهني والغيرة المهنية مع بعض الزملاء مع الأسف الشديد قاموا قالوا للناس ما تدفعوا لو جاء الغاعة دي ما تفتحوها لهم أما الطلبة عملوا شنو؟ أقدر وغاعة برا لحد ما تخرجوا حسب معظمهم برا السود أنا هنا بحييهم شوف الحب بتاع الناس الناس يحبوك تكون كيف تقدر تقول لي أنت وأنت وبتاع ما عندك نجاحات قدمت نفسك في نجاح في الدنيا أكثر من كده ما في لا طيب. نجاح كبير جدا طيب. يحسب لك طيب. عاوز تقدم نفسك كمطرب عشان كده مشيت أخذت بطاقة لمزاولة المهنة ما عشان كده صوتك جميل عيني ما عشان كده عندك صوت شنو عندك صوت جميل لا يعني إلى حد ما طبعا الحاجات دي حاجات نسبية الجمال والصوت دي حاجات نسبية لكن أقول لك شيء لما جيت لوك ده كان في المرحوم هذا الصديق الله يرحمه في الله قام قال لي يا دكتور علي يا أخي أنت زول متمكن حسب رأيي طبعا هو راجل درامي وزول أستاذ جامعي طبعا قال لي أنت هتمشي في المجال بطريقة شنو بطريقة رسمية فين فتحت الامتحان لمعاينات معينة من ضمنها ضم جازوني في موضوع شنو الكتابة والنص الدرامي والتمثيل والإخراج في موضوع الغنى تحديدا في موضوع الغنى تحديدا نعم كان عندك وساطة في انه يتم اجازة صوتك ولا فعلا صوتك جميل اهلك لانك تحصل على رخصة لمزاولة المهنة بامانة ما في اي وقت ويا استاذ ملاس بقدر على صوتي انا حسب بلد بقى فيها حمير بغنوا عديل خلي انا يعني ما بقيت علينا فهمت كده لكن ما عندهم بطاقات لمزاولة المهنة وده كمان معناها بقيت المصيبة هنا شنو مصيبة أكثر الآن كونك صوتك يكون مجال معناه أنت مطرب أي من هب ودب عامل فيها فنان أي من هب ودب طالع لو في لايف قاعد يغني لنا كل من هب ودب عامل نفسه هو إنسان مطرب وإنسان عنده جمهور وأشياء زي دي فأصبح الفن مع الأسف مهنة من لا مهنة له فلما تعمل فنانين إنه يحاولوا ينتزعوا حقوقهم فدي مهنة عظيمة ومهنة ما سهلة بتحاول يمشي اللي قدامه يخليه يزول يخش في المجال ده نفسه ويحموه من الدخلاء على الوسط المالي وعلى علاقة الما عندهم علاقة وما عندهم بطاقات ما عندهم انت عندك بطاقة والما عندهم بطاقات انت عندك بطاقة ويكون ما عندك صوت بطاقة مش يقدمها حس انت بس مشكلتك البطاقة اللي عنده بطاقة مش يقدمها صوتك بأهلك لانك تبقى مطرب اللي عنده بطاقة فهمت كلامي يمشي يقدمها مع البطاقة دي لمزاولة المهنة انت المهنة ما قاعد تزاول فيها هسه عندك صوت بأهلك لانك تحصل على البطاقة اغني مثلا في اوفر نايت مثلا غني هسه ما تغني في اوفر نايت وريني صوتك انا ما حاغني ليه؟ لان انا حتى في ما في مزاج بخلينا انه انا حاسه اغني انا ما كنت اغني لي في حفله اديني صوتك اعرف انه صوتك مجاز ولا لا انا اعرف انه صوتك اوجيز بالطريقه السليمه ولا بالواسطه عيني يا استاذ منى اتفضل فانت هو بالغنى ده مع شعور انا ما سيدي ولا تراك انت ما سيدي لكن انت بتمتهن انت ما هاوي دقيقه
انا ما سيدي. انت ما سيدي. فهمت كلامي؟ دي مهنه. ولا انا نجي بتاع تيك توك بتقول شغليني في الهناي. اوكي. انا اذا ما شعرت ان انا عندي المود او عندي المزاج او شو الاحساس بالغنى ما بغني. طيب انت قلت ان انا عندي بطاقه لمزاوله أيوة. المهنه. أيوة. معناها هسه انت معتمد كفنان تمام. صوتك مجاز بتزاول المهنه بالبطاقه. اذا اردت. اذا اردت. داري اعرف ان صوتك مجاز. داري اعرف انك مؤهل عندك الصوت اللي بيخليك تاخذ البطاقه في عدد كبير من الفنانين ما عندهم ولا هل انت يا صديقتي الجميله اكثر ادراكا للموسيقى من الدكتور عبد القادر سالم؟ انا ما اكثر ادراكا من اي زول. انا ناقد فني. داري اسمع صوتك. انا داري اسمع صوتك. انا ناقد فني. عندي شهاده بتاعت نقد فني من اكبر جامعه في القاهره. سمعنا صوتك. يمكن اخذتها بالواسطه. مع كل الاحترام لكل الاساتذه اللي ادوك البطاقه. سمعنا. لما يكون عندي الاحساس بعدك انا بغني. ما انا ما قلت اغني لحفله. اديني كلمتين اعرف مخارج حروفك. لا. نطقك السليم. صوتك نوعيه صوتك نوعه شنو؟ عيني. نوعيه صوتك شنو؟ انت قلت انت ناقد. ايوه طبعا. من الصوت العريضه. فهمت كلامي؟ تعرف عامل سوبرانو. ايوه طبعا اكيد. فانا دراك تغني عشان اوريك صوتك شنو. انت عارف انه انا ناقد فنيه ولا لا؟ فهمت كلامي؟ لكن انا حاسس حاليا ما في مزاج انه خلينا اغني. الموضوع ما محتاج مزاج. ولما نجي اغني دي لما يدوك مايك في حفله عيني. انت تقول انا ما في المود. لما نجي اغني فهمت كلامي؟ حوريك انا حغني وين ومتين. لما تيجي تعمل حفلات وهعمل لي حفله جماهيري. حاسس انه ده كلام ساي و... ومع الاحترام للقامات والاساتذه ممكن تكون اخذت البطاقه بالواسطه. حنواصل في موضوع الغنى. هنعمل لي نحن هنعمل لي حفله جماهيري. حفله جماهيري في لحظه معينه داخل التقالع. في لحظه معينه في لحظه معينه يعني تشوف الغنى جاته كيف. نحن ما عندنا حفله جماهيري من زمان. محمود عبد العزيز انا حواصل معك في موضوع الغنى لكن حنطلع اول فاصل مشاهدينا ونرجع لكم ثاني مع بروف علي بلده. لسه متواصلين معكم مع التصريحات الغريبه جدا لبروف علي بلده. النص انا ما فاهمه لحد هسه لكن اغرب تصريح لحد هسه انت عايز تعمل حفله جماهيري. اكبر الفنانين حاليا في السودان ما عندهم المقدره انهم يفكروا حتى انهم يعملوا حفله جماهيري. كيف الكلام ده؟ لانه ما عندهم جماهير. انت لانه ما عندهم جماهير. انت وين هناك اللي عملت به جماهير؟ انا اللي جبت جماهيري يا استاذه. اها اللي هم ممنوع الفئات اللي هي جماهيرك من اي زول انا من الغمه الى الغاء. انا شايلين اصحابي بالمناسبه. الحرامية أصحابي، الدكاترة أصحابي، المذيعات أصحابي، المخرجين أصحابي، كل الفئات. أصحابك. كل إنسان. كل إنسان. بأي كان مستوى التعليمي أو الثقافة أنا بعتبره هو صديق وأخ وأخو بالنسبة لي تماماً. في فرق بين الصداقة والقوة والزمالة والجماهير. الجماهير دي معناها ناس معجبة بك. تماماً. ما بتكون بتعرفك أصلاً معجبين بمنتوجك. أنا الحمد لله والشكر لله. شفتي أنا إذا كان قلت لي شفتي. اي حاجه بتعمل جولي الناس ليه يا دكتور منتوجك شنو اللي بيخلي الناس يجوك في حفله جماهيريه؟ في حاجه اسمها القبول. شفتي في ناس بيجي في القنوات دي بيجيبوا صب بيجيوا الصباح ويجوا المساء ويجوا الظهر ويجوا بالليل دول شغال بهم ما دول عيلين من وشك اوجع قاعدين دول بيتذكروا ما في. فهمتي؟ انا بجي مره واحده في الشهر ولا في السنه بتعمل مشاكل للسنه الجايه. عارفه ليه؟ ربنا حدد لي القبول في الارض. ده شغل بتاع الله ما شغل الناس. طيب المعجبين المعجبين ده بيكونوا معجبين بمنتوج المقدم. استاذه تفضل. انا ده انا علي بلده ده والله يا استاذ عمل لي حركه مسلحه. ها اجي الخرطوم دي في ثلاثة يوم بس. تعمل شنو في الخرطوم؟ فهمت كلامي؟ اجتاح عليه كلها. شفتي مش الحكومه العامله المشكله دي؟ ليه عندك عداء ناحيه السودان من زمان؟ شفتي مش الحكومه العامله المشكله دي؟ فهمت كلامي؟ لو انا كنت انسان متطرف او انسان تفكيري تفكير سالب او كده زي المثال العظيم اللي عمله معه في الصين. شفتي نجي كاشحين من هناك كده في ثلاثه يوم نخش الخرطوم دي. عشان تعمل شنو بعد تخش الخرطوم؟ فهمت كلامي؟ نغيم وطن حدادي مدادي وطن خير ديمقراطي. ديمقراطي حقيقيه لكن ما ديمقراطيه السلفقه واللصوصيه والسرقات اللي دي ما شو هذا. انا ما فاهمك. انت مره كوز ومره شيوعي ومره في شنو؟ طيب انت شنو بالضبط؟ ولا نوع مع الموجه حسب السائد والحاليا الناس اهواءهم ماشيه على وين انا معاهم. انتمائك السياسي المحدد شنو؟ طيب كلامي. انا يا صديقتي الجميله زور اشتراكي. زور شنو؟ اشتراكي. اشتراكي. وبرى انه الاشتراكيه هي لب الاسلام. هي لب شنو؟ من وجهه نظرك لب الاسلام. وانه كل انسان اشتراكي هو زور مستوي جدا يعتبر. هو مشروع لشنو؟ مشروع لصوفي. ليش ما بقولك؟ انا ما جايك حسه. هيك قلت لك يا استاذه ادونا فرصه نشرح لكم شويه. تفضل اشرح عندك كل المساحه. انت في سنه اولى لسه. وانت ما شاء الله على خريج. انت في سنه اولى يا دوب. اوكي. فهمت كلامي؟ عيني.
الانسان ده الزول انا وانت واي زول هو عباره عن جبه، بمعنى عباره عن جبه او عباره عن مرجوعه او عباره عن جبه صوفيه. هقول لك الكلام ده كيف بالضبط كده، ندنك عليه عينين ولسان وشفتين. الانسان نفسه هو رقعه، العين رقعه، الشفايف رقعه، الانف رقعه، الشعر رقعه، الاظافر رقعه. اذا كل انسان هو رقعه تمشي على الارض، اذا كل انسان هو متصور بجواه اذا هو عرف الطريق الصح. معي؟ طيب نجي للموضوع الثاني عشان نعمل لك الربط، نعمل الخياطه دي. الكلام كله ما عنده علاقه ببعض. نقول خيطه. اوكي ها خيطه. تيجي موضوع الاشتراكيه، والاشتراكيه هي الاسلام. لب الاسلام هو في الاشتراكيه الحقيقيه، ده بنقول قال كده كلهم شركاء في الماء وفي النار وفي الكلى، واذا يعني نزل بهم جائحه تقاسموا ما بينهم، ولكن قوم انا منهم وهم مني، فهمت كلامي؟ وان الدين عند الله الاسلام الاخلاق. الاسلام ان الدين عند الله الإسلام. هو الاخلاق. طب حقول لي ده كلام شنو يا دكتور؟ صح ولا ما صح؟ ما حنخش في تحريف في الدين. طيب ما حنخش في تحريف في الدين خالص، نتكلم في اي حاجه الا عن الدين. نمشي لحته ثانيه خالص. اتفضلي. مدرسه الرومانسيه، افتتحت مدرسه بتاعت رومانسيه وجبت فيها طلاب، ولاقت طبعا كما هو متوقع وكما هو معروف فشل ذريع جدا. نعم 25 طالب نجح طالب واحد. وانا ساف التراب لحد حسه على المدرسه دي. نعم. طب دي اول حاجه انت تقولها صح، مين مدرسه انا حاجة ساف التراب وندمان. كيف تجيب رجال كبار وناس مسؤولين من اسر وناس متزوجين على تعليم شنو؟ دي اشياء لا تكتسب. على هذه دي حاجات لا تكتسب على هذه الفكره. لكن حسن النوايا، النيه كانت شنو؟ ربنا ادانا حق نيتنا بس. هنا دقسته زي ما الغبش دقسه. يعني شنو جبت دقيقه؟ اول شيء جبت 25 نفر دين، من وين دخلتهم مدرسه لتعليم الرومانسيه؟ عملت اعلان قلت يا جماعه احنا دايرين نعمل مدرسه لتعليم السودانيه الرومانسيه. طيب اعتبروا انه المدرسه السودانيه ضايقه المره من الموضوع ده. صح ولا ما صح؟ ما صح. بالمناسبه الحب وريته في السودان من اسباب المغسه وسوء التغذيه والسهر ضعف المناعه كمان. لما جينا المدرسه عملناها لقيت لي ناس ما ناقشين اي حاجه لا رومانسية ولا غيره ولا حتى اوتوكيت. انت رومانسي بالقدر الكافي ان انت تعمل مدرسه وتدرب. عملت لهم تغييم كلهم قدوا ما عدا ذا الواحد بس اللي هو دكتور انور. وانور ده نجح بالبوش بالمناسبه، يعني برضه ما ناجح. انا شايفه بطل بيقول انا نجحت. يا مثلا نجحت بالبوش، اديناه بوش، اديناه يعني درجات عشان شنو؟ عشان يباصي. يعني شنو مدرسه الرومانسيه؟ كنت بتعلمهم شنو؟ كالاتي: حسن التعامل، تقبل الاخر. ده سلوك. دقيقة، السلوك الطيب وكيفية الاحتفاء بزوجتك أو ده اتيكيت أو سلوك أو طريقة تعامل والتعبير عن العاطفة بصورة إيجابية. طيب الرجل السوداني بيعبر عن عاطفته بطرق ثانية، ما إلا يكون بيتكلم كثير، في مشكلة في الكلام، في مشكلة في توصيل الرسالة. شحيح شوية، شحيح في الكلام بس. إحنا حاولنا نعدل الحاجات زي دي كده نحتمي منها. ومن ظن أنه سيكون رومانسيا فهو مخطئ الى يوم القيامه والى يوم يبعثون. ده بالنسبه للرجل السوداني. في كلامي احنا نخلق بيئه جديده في التعامل المشترك ما بين الموده والرحمه والكلام الايجابي ما بيننا. لكن حكايه التعليم دي اثبتت فشلها تماما، واثبتت لي انه انا ضيعت زمني في حاجه يعني ما عندها في النهايه كان اي مردود ايجابي غير سويت حراك في المجتمع، والكلمه بقت عند الناس ماشيه كثير وحصل بينهم نقاشات، لكن في النهايه ما في حاجه مردوده في الواقع، عباره عن حاجه قدعناه في بركه ساخنه، ما الا يكون وسيله. نعم. التعبير او المصطلح الرومانسيه من وجهه نظرك تكون بطرق اخرى. احنا نعمل بعد مدرسه جديده ثاني للرومانسيه السودانيه. لان الرومانسيه حقت الغربي دي احنا خلاص ولين احنا نختلف ثقافات، نحن مقتنعين بالرجل السوداني وبطريقته في التعبير. نعم تماما. رومانسيات ندير نخش على العمود شايل فوق جنايس مش ندى كوارع، فهمت كلامي؟ كوارع شايل فيه ومفيد فيه. ده في واقعنا نروح في الواطع. انت نعم. انت حاولت تعلمه للراجل السوداني شنو من خلال المدرسه دي؟ ما عنده انت حاولت تعلمه انه يكسر الحاجز يا تحاجز المتوهم في التعبير الايجابي. قلت منه انه الراجل السوداني ما بعبر ايجابيا. أيوة. لانه انا بطبيعه شغلي برضه ده في تخصصي. انا جبت لي حاجه من راسي. بيجوا كمية من البنات والمشاهد الأسري لأنهم بدون محاضرات وأشياء زي دي بيشتكوا لك يا أخي أنا والله يا خطيبي ده ما بيتكلم ما قتل جدا بحالات. سيدات في البيوت الأشياء زي دي قال بعدك مشاكل أخرى اللي هي الشح العاطفي، الطلاق الصامت، الخلافات، الإشكالات، ارتفاع الوتيرة حتى الانفصال ما بين الناس،
الحبل المترشق الشواكيش حاجات بقت كثيره جدا. نادي ما حدا ما يقول لغه شنو لغه مشتركه. بحاول نعمل نردم هذه الهوى لقينا شنو الفرق شاسع. ليه مشيت لحتة الرومانسية؟ ما في مشاكل تاني بتحب العلاقة بتأدي للنتائج اللي انت ذكرتها؟ تفكك أسري. نعم. الناس ما مناسبين مع بعض، شخصيتين مختلفين. الإنسان لما يكون هو مرتاح في بيته ومرتاح عاطفيا بيقدر ينتج، بيقدر يكون هو سعيد، بيقدر يحاول انه هو يكون ما متعب نفسيا ما متعب جسديا. لكن مع السنة سوء الحظ اصبح هذول يكون مع سبب النقة، يصحى من الصباح يسمع له 4 دقيقة نقة من الصباح، يمشي شغل زهجان، يوقف شغل المواطنين ما عندهم ذنب، يرجع البيت زهجان، صار وشه اشتكى في الاسطوب في الفرن بتاع العيش مع ست الشاي مع كده، اصبح في عنف كثير جدا ناتج من شنو؟ من الفقر العاطفي، من الجفاف العاطفي. احنا بنعيش يا استاذه في مجاعه عاطفيه. الكلام ده ما حقيقي. بس رايي يمكن يكون في اختلاف عن طريقه التعبير او طريقه ايصال الاحساس المعين، لكن ما لدرجه مجاعه عاطفيه وشح عاطفي. عندنا شح عاطفي، هو عندنا مشكله بالتعبير الايجابي عند واقع. انت بس متاثر بالغرب وبثقافاتهم وبحضاراتهم بطرق تعبيرهم. اطلبوا العلم ولو في الصين. صح. اوكي تمام، نطلب العلم ولو في الصين، لكن احنا وسائل تعبير في الرومانسيه في، وطريقه التعامل في، طريقه التعبير هي المختلفه، وطريقه التعبير اللي عندنا السودانيه بتتناسب مع شخصياتنا ومع احتياجاتنا. ايوه امشي عبر بالتعبير كده، لكن يكون على صيغه في ناحيه جنيه في العياده. منو قال لك انا على صيغه؟ انت بتتكلم عن فئه شوفي. معينه شوفي. بتشكيلك شوفي. من شح معين في منطقه معينه شوفي. ما تسقط الحاجه دي على المجتمع السوداني كله. عبروا زي ما دايرين وبكلامك ده، ده يجيب عمود يجيب، ده يجيب مفتي يجيب بطريقته، لكن في النهايه ما تجي تقول لي احنا والله زرقنا ما تقولك عملت مدرسه جو فيها 25 نفر في مجتمع كامل، مجتمع كامل جو 25 نفر وفشلوا. دي برضه كارثه، برضه كارثه كبيره. تقول لك احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الحته دي. فهمت كلامي؟ عشان كده الناس تحاول تفك اللي قدام، وتحاول تخلق مصطلحات سودانيه جديده تماما في التعامل في هذه الناحيه. هي موجوده بس انت شويه بعيد عن الحته دي، لان انت تركيزك على الغرب وعلى الثقافات المستلبه، فما مركز. طلبتنا دخلناهم يا جماعه دقستم عليه زي ما الغبش دقسه. وسامحوني على هذه الفكره الرعناء. معترف انها رعناء. نعم، والفكره المشاتره، بس كان عندي حسن النيه والحمد لله. انكم مريتوني انكم تستاهلوا ان انتوا فوده. الحمد لله والشكر لله. حتى اعتراف يعني حتى الاعتراف مغلف بحاجات ثانيه. وريني الاسباب الحقيقيه لايقاف مسلسلاتك بيت الجالوس والخازوق. خازوق. طيب الخازوق لما عملت الخازوق قام مع الاذاعه ضرب لي التليفون. احنا دقيق دارينك. فين مشيت تجيب مدير الاذاعه؟ مدير البرامج. قام قال لي يا اخي المسلسل ده ولا مسلسل جميل وهادي، لكن قسمه ده اسم شين. قلت له يا جماعه انا شين؟ قالوا لي انت ما شين يا دكتور، لكن اسمك ده اسم شنو؟ اسم المسلسل ده اسم شنو؟ شين. قلت لهم شين كيف؟ قام يا ولي الخازوق وسليمان الحلبي وما عارف شنو ودمشق والبرامج. قلت له يا جماعه ده كله دخلوا شوفوا المسلسل ده. قام قال لي المسلسل اسم الخازوق ده يتنافى مع الاعراف الاذاعيه. طيب مع الاعراف الاذاعيه. قلت لهم طيب اعمل شنو؟ قال لي تغيره باسم شنو؟ اسم عادي ورايج وجاي. طبعا انا مستحيل اغير حاجه زي. ليه مستحيل؟ ممكن تكون اكثر مرونه. يا جماعه والله يا تعملوا لي يا خلاص يا والله خلاص اخر حب واول. حدثنا عن الاسباب الحقيقيه لايقاف مسلسلاتك بيت الجالوس والخازوق. طيب برجتني الموضوع ده. خازوق لما قدمته قام الاذاعه دون تليفون الاذاعه. للإذاعة وما بتاع البرامج اللي تكون عليها قسم مسلسل سميح وجميل، لكن اخر اسم ده اسم شين. قمت قلت لهم يا جماعه انا شين. قال لي لا انت ماشي يا دكتور يا اخي. انا ماشي يا استاذ يونس. انا ما قلت لك انت شين. لكن قال لي يا اخي مسلسلك ده اسمه ده اسم يعني ما جميل. فقاموا طلعوا علي في النت ما عارف خازوق سليمان الحلبي وما عارف البرامج والممالك والظهر بيب الصميم. طيب ليه ما غيرت الاسم وكنت مرن شويه عشان تمشي المسلسل؟ الاسم يتنافى مع الاعراف الاذاعيه. لم تغيروا، مع انه انا كنت اي حاجه بعمل في الاذاعه بعملها بدفع قروش الممثلين والمنتجين انتاجك كامل، بجيب لهم سندوتشات من فنادق فاخره جدا بالمناسبه وكذا. الان خلاص انا لا ما بغيت ولا حرف. ودوني خازوق كده، شفت الخازوق الحمد لله مسلسلي والحمد لله بحقي البلد الدقه فيها خازوق لحد هسه ما طلع منها ثاني.
يعني البلد الخازوق اللي دقها فيها عشان مسلسلك اللي اسمها خازوقين ابي السوداء حتى الحمية بقى ما تقول فيها خازوق الا هذه لحظة ما طلع منها لحد هذه. قصة المسلسل شنو؟ الخازوق بتكلم عن شعب قام بثورة. شعب قام بثورة طيب ما كويس؟ الثورة انتصرت قاموا يجوا ناس حرامية وناس لصوص تاجر بدماء شهداء وبأصوات بكاء الأمهات والآباء وجابوا لهم ناس من برا ما عندهم علاقة بالبلد لا من قريب ولا من بعيد كلهم خوازيق كلهم شنو؟ خوازيق وقعدوا في ملفتهم دي والثورة في النهاية ضاعت. الثورة ما ضاعت وقام في النهاية الشعب عمل ثورة تانية وجاب ناس من الثورة ما ضاعت تخبطات طبيعية جاب ناس من ترابنا ومن بلدنا ومن أرضنا ما جاب مزدوجي جنسية ما جاب مجموعة من العملاء والأرزغية ما جاب الوصولية والانتهازية السياسية والانتهازية الواعية ما جاب زومبي السياسة السودانية الحالية شايف المحسة يوم ذلك العامي حسة ذلك الدائمة ده يا أستاذ هو زومبي السياسة السودانية دخل زهيل الأبو مثل زعي بالسولي. المسلسل الثاني بتجالوس بتجالوس بتكلم عن شخص نشأ فقير جدا كان بيشتغل بيعمل زبالة فلما كبر شوية قام يقرأ بالأعمال مشهور جدا وعنده قروش وعنده شركات وعنده كده فكان بيعاني كل يمشي جم حتة فيها زبالة بيجيه ضيق نفس فقام مشى للدكاترة كلهم ما قدروا يعالجوه جالي علي بلده لازم تطلع نفسك بطل في النهاية فهمت كلامي؟ فلما قعدت معاه قام قال لي ما داير اشوف الزبالة دي نهائيا لأنه بتذكره شنو؟ بماضي الفكرة بتاعت شنو؟ انه زول حاول يتنكل لماضيه وبقى انسان فاسد سياسيا فاسد ماليا بقى انسان ثري مليارات لكن على دماء الشعب لحد هنا كويسين؟ بقى الناس شنو بقى؟ دمنه ده فلان يقول لك دمنه ده فلان وانت لما تكتب الحاجات دي مش بقصدك فلان انا امشي تعجزه يقول لي يا دكتور ده انت قصدك فلان الحرامي ده مش كده؟ امشي اجيب الخدار يقول لي انت قصدك يا دكتور فلان ده الحرامي بتاع الشركات ده مش قوم جابوا لي يمكن 20 اسم. انا قلت يا جماعه البلد فيها 20 حرامي واكثر من كده كمان دي عوايه كبيره خلاص كان حكايه بهذه الصوره. يعني هو بيتجاوز اتعرض؟ اتعرض في 10 حلقات وكان فيه صوره لصحفي مرتشي. صحفي بيكتب للناس اعمده بيبيع صحفي بيبيع قلمه بيحاول انه يلمع الاشخاص الاخرين في مقابل اسمه الزباله. طبعا زبالة الصحافة مع الزبالة حق البتجاروس الاثنين يتلموا المدعوس على خيب الرجا الاثنين شنو يتلموا مع بعض قاموا اشتكوني جهاز الامن والصحفيين كلهم معش تخيلي اغرب قضية يكون الاثنين الشاكين اتحاد الصحفيين وجهاز الامن يعني اتفقوا فينا مثلا مشوا وقاموا وقفوا بالتجالس فدين بعتبرها ما كنت قاصد شخصيات معينه بعتبرها وصمه سوداء في جبين الصحافه السودانيه ولسوء الحظ الى هذه اللحظه ما في يعني صحفي ما في اتحاد صحفيين قدم لي اعتذار على شنو انت بتقول انه هو شارك انت بتتهم الصحفيين بان هم بيبيعوا قلم في كبت الاراء وشارك في تكميم الافواه انت تقدم حاجة. انت المفروض تقدم انت المفروض تقدم اعتذار في كاميرتك للصحفيين على الاتهامات اللي انت اتهمت عليهم ده مثال واحد المثال ممكن يدعمهم اي مجتمع هو الصالح هو الصالح برضه في المسلسل كان في صحفي شريف وفي صحفيات شريفات جدا لكن الاصغاء بتاع الناس وتكميم الافواه عشان عندنا المشكله في عقليتنا احنا ما دمورتين في جوانا وحاجه بتهبشنا طوال يا اشتكينا يا وقفنا يا لغينا يا حضرنا وما كده وبتجالوس الحمد لله برضه لف وجا وجاب لهم حكومه برضه بتجالوس من اول مطره سكت الدريه صح ولا ما صح؟ ده ارائك انت تقولها طيب. ده ارائك انت نعم. تقولها ومسؤول عنها نعم. من تصريحاتك الغريبه جدا جدا كالعاده تصريحك انه 72% دي هي انا ما عارفه هذا التصريح خاص بك ولا دي دراسه 72% من الرجال السودانيين يخونون زوجاتهم طيب باقي بالراحة دول من عيب الشهرة الناس بيقول أنا مشهور بالنسبة له لو أي زول قال أي كلام بيخلوه برب رب 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 يقوم يجوني أنا ما أنت اللي قلتها أنا أكون راكز في البيت يا مشتقر التحدي
جنبك جستي وكلبي وغزالتي وابو القدح بتاعي وجردي ده شنو؟ ده الحيوانات دي عندك حيوانات؟ تخيل بريمه يقوم ما يسمعوا كلام ده يقوم يجوني هنا كمان انا كنت اكون جاي من كيريساي طبعا كويس؟ يقوم يجيني تليفون انا معاك استاذه فلانه من جلد كده داير تعليق على هذه الدراسه من ذات الصحه ومن كده يعني دي الدراسه بيجيبوا لي جهاز انا بقوم بعلق على المشكله انه ليه مثلا الراجل بيكون مريض يعني دي دراسه ايوه انه 72% من الرجال بيكونوا الصحفيات طبعا ما اعرف ليه الصحفيات كلهم بيقولوا كلهم صحفيات حقيقه كلهم بيضربوا ليه كلهم صحفيات السبب شنو والله احنا ما عارف حاولوا بقول عندك ارث حاولوا تساعديني اللي قدام الحته دي أوكي. نعم كويس بقوم اعلق على الموضوع ده انه الاسباب قد تكون الجفاف العاطفي عدم الراحه الشعوريه كده يعني الكلام ده دراسه يعني حقيقه يلا قوم شنو سبب الشهره قلت لك متعب الشهره اي شهره الناس بيخلوا الصحفيه ويخلوا الصحيفه ويخلوا الدراسه ويخلوا الوزاره بيجي يقول علي بلدو قال كده معناه ما قلت ولا حاجه دي دراسة. ده بيجيني انا بعلق على الحاجه الجايه طيب تمام هسه انت علق لي على الدراسه دي انه في دراسه انه 72% من الرجال السوداني يخونون زوجاتهم عدم الشعور بالراحه العاطفيه ما في تناغم عاطفي بين الطرفين مشاكل الزواجية الكثيرة النقة الردح الكثير النقة عملت وسويتنا قلنا ما قلنا قلنا ما قلنا ردح كان يلاقي نسمع في اليوم 4-6 دقيقة من الكلام والكلام الفارغ والردح المشاكل الزواجية دخول النساء في الحياة الأسرية عدم الخصوصية برضه في الحياة الزوجية احنا يا جماعة بنعيش في منازل وبيوت غير شرعية 80% ده كلامي أنا وده برضه جاي من الإسكان والمرافق العامة برضه ما قلت 80% من مساكننا غير شرعيه يعني تخيل واحد يكون قاعد في البيت مع زوجته يقوم يقح يقول القحه ولا سمد الخشم اول ما يقح يقوم تجيك نسيبتك بكل اريحيه وبكل طيبه يا ولدي تتقحجح مالك يا ما تكون عيان ولا كده طيب يا فرده انت بيت ما قادر تقح فيه هتعيش بوحدك الزوجيه كيف؟ بالعقل كده ده ترابط جميل للشعب السوداني ما تلقاه الا عندنا دقيقة. احنا دقيقة. أضف إلى ذلك الواتساب والميديا الرقمية أصبح العالم كله بالليل وجوهنا منيرة ومنورة بسبب بضاعة التلفون ما ورعا ولا تغوى كم التلفونات ضربت لي وضربت لي وقالت لي قلت ليها في الخيانة الرقمية أيضا في الخيانة الوجدانية زي اللي يكون قاعد وخدت عينه على واحدة دي كلها دخلة في الدراسة أيوة عشان يقوم يتزوجها أو يمشي يعني يعمل مع علاقه او مع كده او مع كده حكايه ماشي النادي وعندي مؤتمر وماشي ماموري ده كله كذب ساي فهمتي اصبح عندي كلها خاشه في موضوع الخيانه الزوجيه اضف الى ذلك ايضا عدم الرغبه في انه زوجي يكون عايش حياه زوجيه مستقره فلازم يكونوا مجبورين مجبور قلبي يتعود انه هو يعيش في حياه ما دايره يقوم معود بحاجات شنو بحاجات اخرى وانا بسبب الحكايه دي قمت عملت لي دوره بس درس لك انت تقعد ساكت اسمها دورة دقيقه دقيقه انت دقيقة. انت الدقيقه تمشي ساي كده وتقرا الدراسه دي وتعدي فيها عملت ورشه عملت لي دوره اسمها دوره مكافحه الخيانه الزوجيه وتم ايقافها من جهات عليا طبعا لما يجي رقم ما في التليفون ما في رقم معناها دي السفاره يا العماره زي ما بيقولوا مشكله على حسب شنو قام قال لي يا دكتور معاك في يعني قبل ما يوقفوها احكي لي عن الورشه لمكافحه الخيانه دي دوره مكافحه الخيانه الزوجيه عملت لي مركز في كافوري اسمه مركز اريزونا يعني هو زول بخون زوجته حيجي يخش الورشه دي عشان يعرف انه هو كيف ما يخون الكلام ده ما منطقي للزوجات للزوجات قلنا لهم تعلمي كيف تكتشفين ان زوجك يخونك انت كده متخرب في بيوت انت تعلمي كيف تغي نفسك من الخيانه الزوجيه تعلمي كيف تعيشي حياة آمنة المهم في أشياء المثلث البلاتين أنت بتساعد الزوجات أنه يكتشفوا الخيانة فعلا بدأنا في التسجيل وكذا وحاجات زي دي قبل ما نبدأ موضوع الدورة دي فقام كان التليفون قاموا لي يا دكتور إحنا ناس كذا كذا طبعا الناس كله فهموا كذا كذا لا لا قول لنا ناس كذا كذا دي شنو فقالوا يا أخي الحكاية دي تعمل لنا بلبلة هم منو جهات سيادية عليا خليها كده عملنا لنا بلبلة عشان كده أخي شكرا جزيلا الحكاية دي شنو؟ خليها لي قدام شوية طبعا انتم مهذبين شوية كده قلت لها المشتهي الحين يطير يطير وقفت الورشة وقفلت على كده طبعا بعدك تلفونات من السيدات وتلفونات من كده وكده وكده تابعت معاهم انهم هم يواصلوا في اكتشاف قلت لهم انت حاولوا بس نموا مهاراتكم اكثر حاولوا خشوا شوفوا حلقاتنا شوفوا اشيائنا وفي النهاية بتجي من السماء تحمل شنو؟ تحمل الوضع حلقات شنو؟
لانه في حلقات بسيناها في اليوتيوب بسيناها في حال فيها يعني انه كيف المره تكتشف رجال بكونه كيف بناء علاقه زوجيه مستقره علاقه زوجيه متينه وعملنا حاجه اسمها الكشف قبل الزواج يعني كان يا يدي سيريني وخطيني والغداء والغدر زول بس غداء وغدر يخش فيه كده لاقول نعمل كشف ما قبل الزواج كيف نجيب الراجل نجيب المراه نعمل لهم كشوفات نفسيه وبدنيه وطبيه انه زول ده مهيئ للزواج ونعمل حاجه اسمها رخصه الزواج ايش اللي بتقول هنا رخصه الزواج انه هذا الشاب او هذه الشابه مهيئ او مؤهل يعني زول ده العريس لو ما عنده رخصه ما هيعرف ما دقيقه وان يكون خالي من الامراض وخالي من المشاكل النفسيه وكده وحاجات زي دي وتوري ان يمشي شنو يمشي يفتح خشمه عشان نقول انه داير عالج يكون عنده رخصه شنو رخصه زواجيه من مزاره مهنه الزواج رخصه الزواج يعني تخيل انه الزول ادرش له ركشه عندها شهادة بحث وعندها عقد بتاع بيع وعندها كده دي ما حاجبتك من لك دي شراكة ومودة ورحمة وقبول وتفاهم وما فيها رخصة وما فيها الكشف ما قبل الزواج أو البحث ما قبل الزواج فعلا بدأنا فيه جبت له بروف أمريكي اسمه ويليام كوبلين من جامعة نيويورك في أمريكا بالمناسبة كان جامعانا هنا في السودان وعمل له استمارة فيها ستة استمارة فيها ست استمارات للكشوفات والحاجات زي دي كلها عملناها وقدمناها ناس الالتحام جمع الفخ اعتبرنا المأزول ما يجد يزول إلا يدور رخصة ورخصتك يا زول ما عندك رخصة أمشي من هنا انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقول فيه دقيقة كان قال لنا يا جماعة قول احنا تهاتوا العرس فيه مشكلة تهاتوا انت من الرخصة وإجراءاته خلي بديها رخصة وما رخصة أي واحد داريك يعرف فوال شنو عرس له بغض المشكلة شنو طلاقات انفصالات خلافات مشاكل في المحاكم النفقة يا دكتور دي حاجات طبيعية في كل حتى المجتمعات الغربية اللي انت متأثر بها فيها الحاجات دي شوفي عشان كده الرخصة دي هي رخصة مهمة نحن لو عملنا بتقي من الحاجات لو عملناها لقدام بتكون وسيلة أولية للدفاع عن نفسنا وبناء أسرة مستقرة اها طيب اوكي لحظة امشي معك في حسب افكارك عملنا الرخصة دي والناس اتزوجت تمام حصل بيناتهم عدم تفاهم وانفصال استفدنا شنو من الرخصة بتقلل كثير جدا من الحكايه دي بده يكون عندك انت في السودان حاله طلاق كل ساعه تبغى تدبر الاحصائيه الثانيه الاجتماعيه زي ما يقولوا قال علي بده برضه اوكي طلاق كل ساعه ممكن الحكايه تكون شنو اقل من كده اكثر يكون اسره سليمه نعيش حياتنا سوا بطريقه علميه لكن في النهايه حتكون الرخصه اللي قدام ما حتكون حاسه لكن حتكون في شنو في زمن جاي ما بتيأس اصلا زمن ما فيه ناس ملازنا جديد ولا فيه ناس تفكيره بتفكير متحجر مفتحين زيك كده مفتحين لقدام وبيستلبوا الثقافات الغربيه ومتاثرين بالتفكير دائما خطوه لقدام معلش نحن الشعب خطوه لقدام نحن الشعب اللي انت اتهمته بالعواره العوارة. كيف تطلع تتهم الشعب السوداني بالعوارة؟ طيب احنا عندنا في اغانينا يقول لك من قمت الجهل ما هو الهبيل وعوير لا سرحوك ببهم كامل الراي والفهم عندنا شجر اسمه العوير صح ولا ما صح؟ وليدي شجرة العوير طيب يقول لك يا اخي دي عوارة شنو؟ بطل العوارة حقتك دي يقول لك حاجة عويرة خلاص حاجة عويرة عديل صح ولا ما صح؟ دي مصطلحاتنا السودانية الآن أصبح عندنا ارتفاع في مستوى العوارة حقيقة في الواتساب في الميديا الرقمية المهاترات والشتم وقال لي وما قالت لي وقلت لي وما وأشياء خاصة بأسرنا فينا نطلعها دي ما عوارة عليك الله دي ما عوارة ها مشكلتك التعميم لأن أنت بتعمم أي حاجة بتلاحظها بتعممها على الناس لما يجيك إمام مسجد يتوب في الناس قاعدين يتوب فيهم ويكورك فيهم ويعمل لهم حركات غير مقبولة بيده دي ما عوارة لما نجيك زول في لايف ينبذ الناس وينبذ السيدات وينبذ الرجال وينبذ البلد ويقول كلام دي ما عوارة الآن اللي بشوفه قدامنا في الساحة السياسية هل دي ما عوارة سياسية هل اللي بشوفه قدامنا من كتابات غير مقبولة هل دي ما عوارة رقمية وعوارة ثقافية هل ما يغدى في قنواتنا هو شيء مرضي لنا نحن يعني عاديين ولا دي برضو تعتبر عوارة فضائية ده فكرتين يعني انت لسه مصير عن انت فدي على اتهامه ده مصطلح سوداني خالص مصطلح شنو سوداني خالص موجود في حياتنا بنعيشه بنقوله كل يوم كل يوم قاعد نقول يا عوير بطل العوارة دي عوارة شنو بنتكلم فيها بحاول نفسرها في حياتنا السودانية ما اكثر من كده ما قلنا حاجة غريبة ومجرد هذا السؤال نفسه يا استاذ ملاك انه يقول لك يا اخي ما في عواره
يعتبر ايضا هو شنو يعتبر عوار. يعني في النهايه الشعب السوداني عوير. ما قلت لك كده، قلت لك انه لاحظنا انه في ارهاصات وفي بوادر لظاهرة ارتفاع في هذا المستوى في كل حاجة. ارتفاع بنسبة العوارة في الميديا، في الحياة اليومية، في حاجة بنشوفها، حاجة بنسمعها، حتى في أغانينا، حتى في رقيصنا، حتى في تغليعاتنا، حتى في حركاتنا، حتى في استايلاتنا، بقت في هذه المشاترة وهذه الروح العويلة، ونحاول نتخلص منها ونرجع للطريق السليم والطريق الصحيح. ما أكثر من كده يعني، حكاية بساطة بكل بساطة. زول عوير بطل عوارة دي بس، مشكلة شنو؟ انت اتهمت الشعب كله انه عشان كده اي غير عوير يبطل عوارته. عشان ما يجي على بلده يقول له انت عوير. لا لا ما اقدر، ما اقدر يبطل عواره ويحسن سلوكه ويحسن الفاظه ويحسن، عشان في النهايه ما يكون هو مثال للعواره في منبره او في قناته او في جريدته او في تلفزيونه او في ما حسن. انت بتقول تصريحات عويره كده، انا بدي اشوف الدكتور النفساني بيطلع بيقول للناس خلوا العواره. يعني الدكتور النفساني ذاته عنده هيبته كده وتصاريحه ذاته بتكون يعني على مستوى الكلام وعلى مستوى اختيار الالفاظ واللغه، كيف تطلع تقول للشعب السوداني بطلوا العواره؟ يلا عيني، كان في خيارين. ان زول يكون عايش زي ما يقولوا كده، يكون ضبط عياده. يجي الصباح العياده، ارجع البيت، امشي نفس العياده، ارجع البيت، اقول له كان في خيارين. كيف علي بلده ما بيقدر يعمل كده؟ يجيب بسكويت، يجيب القرقوش، في واديك ذاك الحوش يحب الشاي مع القرقوش. لكن لا، احنا نخلق التغيير. كيف؟ نعيش مع الناس حياتهم اليومية من الصباح لحتى زي المجنون، في فرحه في انفعاله في زعله في فطوره في أكله، نوريه إنه في جوانب طبية في جوانب نفسية. أنا تكلمت عن الكريمات، عن الرومانسية، عن العوارة، عن المخدرات، عن الاكتئاب، عن الانتحار، عن الفرح، عن الحزن، عن كل ما يمثل الإنسان. بس لكن بطريقة شنو؟ الزول لما يتذكرها. بس أنا لما أقول لك يا ملاذ، اقول لك من شرب الشيشه فهو كيشه. انا كده لخصت لك كتب في التدخين في كلمه واحده. من شرب الشيشه، مصطلح داري، من شرب الشيشه فهو كيشه. فهمتي؟ اسبوع المرور مثلا كانت بني فولو بالمناسبه. نعم كويس، عشان كده فكيتها مشاط. عملت لهم شنو؟ لو مخنوق اوعك تسوق، لو من نفس طوال خزين. عملت لهم ملخص لكل الاداب النفسيه في السواقه في جملتين فقط. ده ما يبدع مني عليك الله؟ انت شايف انه ده يبدع؟ ما قلت لك يعني. شوف الكلام ده كيف؟ ها؟ البنات اي بدعة عامله لنا فسخ وجاليق وتبلع حبوبها بنجمه وجاري الشحن وزنك طار وكجدات وثلاث الراكب ودينا ذاتي والمفاجاه والمنفاق والكلام الزي ده. ما شاء الله بتحفظ شديد. ولسه كمان اقوم اقول لهم شنو؟ اقول لهم يا جماعه الصحه اولا والسماحه تطير. قلت لك الحمد لله سميت الصحة أولا والسماحة تطير. فده تكون عايش مع الناس بلغة تخاطبهم على قدر عقولهم بلغتهم. بكلام ما يقول لهم سوف وأظن وأعتقد ويبدو لي وفي الغالب وإنجليزي. ليه عندك مفهوم إنه الشعب ده بسيط وما بيفهم إلا بالمصطلحات الدارجة؟ ما كده. أقول لك حاجة، دائما الفاهم الفهم الحقيقي هو البساطة. وأي إنسان بسيط هو قمة الفهم بالمناسبة. لكن أول ما يبدأ يزرق لك الأمور، يجيب لك مصطلحات وأعتقد وأظن اسمها شنو ما عارف شنو، إنجليزي وفرنسي ولاتيني، تعرف ده أنا ألاقيش حنانه. لكن الكلمة البسيطة دي قمة الفهم. عشان كده يا أستاذ لما أنا أكون ماشي في الشارع أحب قاعد أقول له شنو؟ يقول لي زول الفاهم ده. قاعد أقول لك كده؟ عارفة؟ عارفة ليه؟ يكون متذكر كلامي اللي قلت له بطريقة شنو؟ بطريقة مبسطة. ما طريقة غريبة عليه أو طريقة بحس إنه هو عايش معي. لكن كان قاعد يغنوا لي سي سي يا بلدو، الحالة قايمة علي أنا يا بلدو، كان قاعد يغنوا لي أحا وقلبي زحا، علينا يا بلدو رقدني المصحة، عملية رقصة. شفت رقصة فيه؟ لا ما شفت رقصة حقت البنوت بنط من من كده. دي اسمها رقصة بلدو؟ أيوة الرقصة. فهمت كلامي؟ دلالات شنو يعني؟ بتدل على شنو؟ هذول اللي فوت حده ودوا لي علي بلدو. وانا بشوف الحكايه دي خلاص الرقصه تحديدا كده بتدل على فيها ايقاع حركي شديد جدا جدا وفيها غبز في الهواء بتدل على انه انت هايبر وحركتك كثيره ما كده فيها روح العنفوان، روح المصادمه، روح القوه، روح الثقه، روح المخاطره. فهمت الكلام ده كيف؟ دي رساله زي بوصلها لك في حفلاتك. انت بتشوفني في الحفله، بتشوفني في التلفزيون، بتشوفني بتكون عايش مع الناس لكن بطريقه جميله وطريقه سمحه. فهمت كلامي؟ تخيل مثلا مره في البيت لما تكون قاعده مثلا مع زوجها كده في جو جميل
يقول لك شنو يا علي بده الليله؟ هذه ما حاجه ما انجاز بالنسبه لي. دلاله علشان يكون قصده شنو؟ لما تحاول تخلق الفارق في الحياه؟ لا، لما الواحده تقول لزوجها شنو يا علي بده بيكون قصده شنو؟ معناها شنو يعني؟ يعني معناها شنو؟ معناها ان في ده جو رومانسي، يعني ممكن يكون جو فور احتمال زاد. يعني انت مثال للرومانسيه. ما قلت لك يعني انت يا دكتور كطبيب نفسي كده بصراحه ما حاسس انك نرجسي وانه انت يعني عندك بتضخم في ذاتك؟ انت لما قعدت هنا بتبجل في روحك وبتضخم في ذاتك. طيب انت عايل لنفسك من ناحيه انه انت طبيب نفسي وبكل صراحه كده ما شايف يعني شنو؟ يعني ما سمحت لي واحده لا لا ما سمحت لي، انا ما سمحت لي مره قاعده مع راجل بتقول شنو يا علي بلده ما لاقاني الكلام ده. انت عايشه في طابق ثالث وطابق رابع يا ملاك، انت عايشه في قصر عاجي، انت ما عايشه مع الناس. ده مين قال لك؟ دقيقه، انت ما عايشه مع الناس. أه. فهمت كلامي؟ احنا عايشين مع ناس في كل حاجه، انا عايشه مع الناس في كل حاجه. ناسك ديل هم الطبقه المخمليه. قال لك منو؟ انت ما قاعد تعرفني، احنا تعرفنا في الحلقه دي. انت البرجوازيه الصغيره. دقيقه فهمت كلامي؟ يعني انت 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 عايني انت ثقتك في نفسك وتضخيمك لزادك انت حكمت عليه وانت ما قاعد تعرفني. احنا شعبنا احنا عايشين معاه في الغاع في طيب. الشارع. انا عايشه في القاع، انا صحفيه. انت يوم من الايام وقفت عربيتك في المواصلات قولي بكل صراحه حصل؟ ما حصل. قال لك منو حصل؟ انا صحفيه ركبت مواصلات لما سنين طويله. منو قال لك؟ منو قال لك؟ منو قال لك؟ ليه بتطلق احكام وبتصدقها؟ بعدين ده ما موضوعنا. انا بقول لك انه ما في واحده بتجي يعني كمثال للرومانسيه، في ممثلين في مغنيين عرب اجانب سودانيين الزوجات بيضربوا بهم المثل لما يجوا يتكلموا مع زوجي ما بقول لك شنو يا علي بلده. أستاذة انت خدتي نفسك في منطقه أستاذة الناس ما خدتي انك فيها، عشان انت بس تكون عارف. انا اقول لك حاجه، احنا من دعاه من دعاه السودانويه. انت عاد شنو السودانويه؟ خطا، انت متاثر بالغرب وبالثقافات الجايه من برا وبالمفاهيم العربيه والغربيه جدا. نجيب اشخاص ونجيب يعني اشخاص يكونوا غدوه من حياتنا السودانيه. يا ريتك تعمل كده، انت ما قاعد تعمل كده، الكلام ده ما حقيقي، انت بتقول في كلام ساي. اتفضل. انا علي بلده ده بشكل منطقه لجوء سياسي وامني وعاطفي لهذا الشعب. طيب الشعب ده قال لك كده؟ فهمت كلامي؟ دقيقة، الكلام ده ما حقيقي. دقيقة أقول لك حاجة، أقول لك شيء، فهمت كلامي؟ وبرا إنه الآن يسار من نقاشات، أنا عندي فوائد، فهمت كلامي؟ عندي فوائد كثيرة جدا، حتى في توجيه الحوارات في الجروبات، حتى في الإرشادات، الحاجات الكثيرة جدا. طيب أنا بلغي بشنو؟ غير البذرة. بعشان كده بلاقي شنو؟ تبدأ شنو؟ تبدأ تقوم. فدي حاجة إيجابية وحاجة كويسة جدا. الحاجة دي إيجابية وكويسة جدا وما عندنا على اعتراض لو هي صحيحة. وريني يا برو، الكلام ده ما حقيقي. دكتورة، الدكتور قبل كده عمل لي ورقة. عمل شنو؟ في دكتور في البلد دي قبل كده عمل لي ورقة، قال لي رقصة الدكتور فلان. عملوا لك رقصة ليه؟ ده تميزك في الطب، ده تميزك في مجالك، ده تميزك انه عمل لك رقصة وزحة والقلب أحا وأبصر إيه وكلام غريب أصلا ما مفهوم. الحاجة الثانية الحاجز الكبير بتاع الدكتور، أنا لما كنت جيت أبدأ في الحرف في المشروع بتاعي، أنا دول صاحب مشروع بالمناسبة. طيب أنا ما دول عنقالي ساي ولا رباطي ولا كلام ساكت، فهمت كلامي؟ أنا دول صاحب مشروع. أيوه. فلما جيت باسم البروفيسور علي بلده، شوية دكتور علي بلده، شوية بدي يقول لي شنو علي بلده؟ عايش مع الناس بقل الرهبة من الدكتور دي ما رهبة، دي هيبة. دقيقة، دي هيبة لأنه الدكتور ده عنده هيبته واحترامه ومكانه إن شاء الله لو كان أي تخصص. والخوف بدأ شنو؟ بدأ يزول. ما في خوف يا دكتور، بدأ يزول. دقيقة، ما من الدكتور. لا، في ما في رهبة، في احترام، في تقديس للطبيب ودوره. المجال ده بالذات، المجال طب الأعصاب وطب النفسي بالذات فيه رهبة وفيه وصمة عند الناس. زي قلت الدكتور خلاص فكت منه، ريك بالظبط، دقيقة أنا ريت، دقيقة اثنين. لأنه عندنا لخبطة بين المرض العقلي والنفسي. لكن شنو؟ الحاجة زي شنو؟ أزلناه. حتى الحمد لله بقت عيادات الاطباء النفسيين والمستشفيات بقت فيها ازدحام، يعني بقت عندها وعي اكثر. الخوف شنو؟ الخوف ودي مهمه طبعا. الزول الكويس، الورد والناس اللي بيضحك مع الناس اللي بيقعد معاهم، ده كسرنا هذا الحاجز. فدي برضه انا برى انه عندي فيها عود كويس، يعني عندي فيها اجر برضه بالمناسبه. دي ما حاجه ايجابيه. انت اي حاجه ايجابيه؟ اللي بيقول غير كده يا حاقد او حاسد يا ما ناقش الحسد يا ما ناقش. في الحالتين انا برسل لحاله انه انا حاسده، انا برسل انا حاسداك وانت هسه بترسل لحالي. بالعكس انا ما بدك تحاسداني اصلا. شوفي ان ربنا لو اراد نشر فضيله بين الورى اتاح لها لسان حسود. ليه؟ لان الحسود في الجهل، فالنار تاكله. فلولا النار فيما حولها ما كان يعرف طيب نشر العود.
يعني العود بتاع البخور الجميل ده لما اتحرك بتعب الشميون حاجة كويسة. والله دكتور يا ريت انت تفهم منه مصدر الحاجة. عشان كده كل ما يسار الآن من الحاقدين والحاسدين والمرتشين والأبواب النتنة والغزرة تتزيدنا إلا ألغا. إحنا هنا عديدتي صديقتي الجميلة محل هذه الأرض وسكرها شياطينها وملائكتها نورها ونارها حقها وباطلها. انت اي شيء فهمت؟ ملائكتها وشياطينها ما انت اي حاجة كل حاجة فهمت كلام. عشان كده الناس ما ما تاكل مع جنب ساي وما تدعمين ما حنقيف وماشين الى النهاية. هوس الشهرة والاضواء بخليك ان انت مركز على ان أنا انت نرجسي وان انت بتحب نفسك زيادة وبتبجل وتعظم نفسك. اقول لك حاجة هتصدقيني لكن قول لي حسب نشوف كلامك. انا انسان خجول اعلاميا. ايه رايك بعد العمل والمصايب انا عامله دي كلها؟ ايه رايك انه انا خجول اعلاميا في الاذاعه في الصحف في التلفزيون وي. في الانترنت طيب. لما نغلب خلاص ما انا بتفتح كاميرا فيديو وتطلع فيديوهات ما كله ما اي لايف. انا ما لايف فيديوهات ما لايف يعني صفحه في الواتس لا ما عندي صفحه في الفيسبوك ولا في التليجرام ولا في الانستغرام ولا في السناب شات. انا بيحصل شنو؟ ما في يوم شفت لي ورق كنت لي قدام قناه او اذاعه مقطوع راجي مدير البرامج يقول لي عندي فكره داير اعملها. ما في متلل يا منتج تعال اعمل معي حلقه. انت وقت تمشي القنوات ما في جروب انا دخلت له يا رابط اديني دعوه يا دكتور يا اخي لان الشرف ان ادعوك الى مجموعتنا. انا ما احب جبر الخواطر يا جماعه جدا مرحب بكم يا اخي. انت ما بتمشي القنوات انت بتعمل المصايب اللي بتخلي القنوات تجيبك لحد عندها هسه مثلا يا استاذ ملاك حتى برامجك ده انا قلت لك جيبني فيه. انا ما جبتك لعمايلك يعني انا جبتك سايق. انا قلت لك انا جبتك لانك انت مثير للجدل لانك عندك تصريحات هديك فرصه. لا خالص لا لكن يعني قبلت الدعوه حبيت لانه انت مثير للجدل وتخدم البرنامج لانه برنامجي ناجح ما محتاج تقول خاطري. حواصل معك حواصل معك لكن ودي بعتبرها من الحسنات. عمل خير الخواطر انت كده خلينا نحل الفاصل ده عمل خير عمل خير شنو جبر الخواطر دقيقة نعم. حنواصل في المحور ده حنطلع الفاصل الثاني وحرجع لك ثاني اشوف انت كيف جبرت خاطري وعمل خير. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم ثاني. لسه متواصلين معاكم في اخر فقرة من احترافات لحلقة اليوم. دكتور علي البلدو لسه متواصلين معاك. نفسك بارد ولا دي فرصة ترتاح؟ انا ما دكتور انا بروفيسور يا استاذ جدا بروف علي برضو على عيني ولا على كيفك ولا على كيف يزور. ما اعرف المشكلة انه ايش على كيف يزور انت بتعمل العمايل وما على كيف الناس كلها. نعم واحد من تصريحاتك كل مرة بتخلع الناس الخرطوم عاصمة مسطولة بامتياز. نعم ولو أجعلنا البنغو في السودان لظل مشتعلا إلى يوم الغيامة أنه نار المجوس ونار الدهاغنة. ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ لأنه في الإحصائية حقت الصحة العالمية للعام 2019 طلع أنه أكثر من 60% من الناتج الأفريقي من البنغو في السودان. والآن أصبح الحشيش والشاشمندي والغنب الهندي وبأشكال المختلفة منتشر انتشار عالي جدا جدا في السودان. وبالتالي هذا الدخان الذي ينفس في هذه العاصمة يجعل بكل صراحة هي عاصمة مسطورة تحتاج إلى معالجات فورية في موضوع الإدمان. مشكلتك دائما انه انت بتسقط الحياه على المجتمع كله. حتى كمان قلت انه في كل بيت سوداني في مدمن او مدمنه سواء علم الاهل او لا. طيب في ادمان بتاع مخدرات التخلي المعروفه دي البنجو والشاش وكده. في مخدرات ثانيه ناس ما عارفينها. الجماعه بيكونوا قاعدين الواحد يكون قاعد خاطر له صفقه الضربه وسيجاره شايل له شيشه كر 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 ويتكلم يعني الشباب بتاع مخدرات كلهم. ثاني ثاني انت بتفتح شنو طيب؟ المخدرات دي غير التدخين العادي ده سجم وده رماد. عندنا ادمان مواد التجميل افتح طول الشحم هاي لك لما نقول دقيقة. مدمن احنا المصطلح ده عندنا طوال المخدرات ما عندنا التفاصيل. في ادمان رغم في ادمان اشياء جديده زي الايس كريستال ميس الشبو الكلور الكاليبسو اسماء كثيره جدا. انا تفضل كلام زي ده قول الان الادمان اصبح يغرى على كل باب سوداني بدق الباب بسرعه. انا خاش عليكم يا جماعه الادمان كل الناس بيحبوا شنو بيحبوا دائما الجغمسه والدغمسه اللي قلت لك قوم ادوس الموضوع. احنا ما عندنا مدمنين الحمد لله لانه احنا مجتمع محافظ ما بنجاهر باي مصطلح وما بنجاهر باي حاجه. اصبح عندنا نسبه عاليه جدا من الادمان. اصبح عندنا المخدرات هبط رش تقدم ديليفري عندنا تجي بالحاويات تجي بالطياره. عندنا مصانع حقت ادمان في السودان مصانع مخدرات والناس تشيل شيلتها وتحاول تمشي لقدام. ما حسينا بتبالغ شويه؟ بالعكس
انا الشغل ده انا بشوفه قدامي في كل يوم. احنا عندنا تقريبا في كل يوم 1000 حاله ايس، 1000 حاله ايس في كل مستشفيات السودان. ده الايس بس، الايس ده الحقنه بتاعته بملايين الجنيهات. فشوف الحاجه دي حتكون عاليه كيف. انا بحكي لي واحد من الشماته اصحابي، طبعا عندي مجموعه من الشماته اصحابي، اذا هم اصحابك ما تطلق مصطلح شماته، يعني في مصطلحات بالعكس انا بقول لهم كده انه الحاجه دي هم بيحبوها. لا بيحبوها، عارف بيحبوها ليه؟ لانه بتوريهم انه في شق اجتماعي حاصل في البلد ده، حنجي هم عارفين تماما انه في. فقام بيقول لها يا اخي قلت له واتس اب والله واحد مسكين قال عنده سكري لكن صغير هو مدمن، لقى حقوق الانسولين جنبه. فقام قال دي حقت شنو؟ حقت السكري، ان دي ما حقت شنو؟ ما حقت الايس. فشوف المشكله دي وصلت لها حتى انه يعرفوها من حتى اطفال الشوارع المفاقد السند كل مسميهم. فدي كلها شنو؟ اشياء خطيره. فبيقول لك ان البلد ما فيها موضوع ادمان، دي ما مشكله. ده عدو للسودان، ما بتقول بيقول انه ما في، لكن ما بين الطريقه اللي انت بتقولها. واكثر من كده، واكثر من كده بالمناسبه، وحق واحد يكون حريص في اكله وفي شرابه عايش فيه، ويمكن يكون الادمان ده في ماكول، في حاجه مشروبه، في اي حاجه. كيف في حاجه يعني يكون حريص؟ يعني ممكن يعني ممكن زول يخط لك حاجه، ممكن نعم ممكن يخط لك كوبايه شاي، في كوبايه قهوه. ليه تناقم على المجتمع للدرجه دي؟ يعني كوبايه عصير انا بشوفها ولد في البيت يقول لي عندنا معسكر بتاع قرايه، اها امشي المعسكر يجي في حاله ثانيه. دي حاجات حقيقيه؟ تجي بيت تقول لك انا عندي قرايه، عندنا معارف، صاحبتي عندها عرس ماشي اقعد معاها يومين، تجي في حاله ثانيه. فده واقع الان اصبح معاش، الناس تحاول تدق صدرها. تعرف انه الادمان الان اصبح شبح، واصبح غول يدق على باب كل بيت سوداني. فاعملوا حسابكم وخليكم حريصين. مطالبتك بحقوق المثليين في السودان. طيب هل في زول عاقل كده بيقول كلام زي ده؟ انت قلتها. ما قلت كده، قلت شنو؟ طبعا الناس بيقولوا كلام زي ده ما عندهم راس اساسا. لا دي تصريحات منتشره ليك. دقيقه، ما عندهم راس اساسا ولا عندهم فهم ولا عندهم. يمكن عشان الموضوع ده جاتك منه مشاكل، فالوحيده المحاوله انك تتنصل ما منه. ما كده، احنا قلنا شنو؟ قلت شنو؟ قلنا انه هذه المشكله، مشكله المثليه دي اصبحت مستشريه في العالم كله، حتى في مجتمعاتنا بنشوفها كلها في الجروبات، بنشوفها في الاعلانات، بنشوفها في حاجات كثيره جدا. قلت لهم انه لازم عشان احنا نحلها يكون عندنا قدرة على علاجها من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية. إنه زول المثلي ده أو المثلية دي، البنت أو الولد عنده مشكلة زي دي، يمشي طوالي المستشفى، يمشي المصحة، يعني الماحي، يمشي طه بحشر، يمشي الخرطوم، يا معنا عيان ساعدوني في هذه المشكلة. نعالجه من أجل مجتمع نقي ومجتمع ظريف ومجتمع ما فيه أي مشاكل بهذه الناحية. ليه؟ الإيدز، الكبد الوبائي، المشاكل حق اصابه الاطفال، المغصب ده هو في النهايه مستي برضه. البنات الصغار دي كلها ناتجه من شنو؟ من هذه المشكله. لو ما حليناها حيكون مجتمعنا مجتمع فيه مشاكل زي دي، حيكون مجتمعنا مجتمع فيه اغتصابات، احداث جنسيه واشياء فاحشه. ده كان كلامي. يعني انت صرحت لكن ما بالصيغه دي. الحصل شنو؟ الحصل انه الناس فهموا الموضوع شنو؟ على حسب دواخلهم. ليه؟ لانه اكل معهم جنبها. بمعنى اكل معهم جنب ليه؟ يعني شنو؟ لانه مع الاسف بعض الشيوخ المثليين، بعض الشيوخ المثليين المعروفين اللي عندهم منابر بدعوا فيها للتغوى والارشاد وكشف الحقيقه للعباد والكلام اللي بيقولوا فيه ده، نقل الوزوره ودجالين من المنطقه الاوحد، دي اتهامات خطيره جدا. تتهم شيوخ الدين بحاجات زي دي، معروفين فلان وفلان، انا بكون عارف ما بقول اسمائهم لانهم احقر من ان تذكر. دين هم الكلام داخل معهم جنب ليه؟ لانه سوقهم وقف. سوقهم شنو؟ وقف. لما نجي نعمل علاج للمشكله دي ويكون الانسان هو انسان نقي. انت مدرك انت بتقول في شنو؟ نعم، هو انسان نقي وما عنده اي مشكله زي دي تماما، هو انسان سوي وهي انسانه سويه تماما، تاهيلا طبيا نفسيا واجتماعيا، يكون مجتمعنا خالي من الفواحش الظاهر منها والباطن، هم دارين كده. دارين يكونوا عايشين حياة الغدر اللي هم عايشين فيها الان بهذه الصوره. دي اتهامات. وانا جوني يعني بعض الاشخاص اللي عندهم علاقه بهذه المجموعات، والحمد لله يعني كانوا على باطل ورجعوا في النهايه اشخاص اسوياء. وربنا يقول لك يعني زي ما يقولوا، اذا الانسان ربنا هدبه انسان واحد
قالوا لك من حمر النعم انه دول يرجع للحياة حتى طبيعية. شيوخ الدين بهدوا ناس كثير جدا على نطاق واسع في المنابر في اي في اي مجتمع. وانت بتتهم شيوخ الدين باتهامات خطيره انت معزول عنها. ما كل شيء بالعكس انت اتهمت اشخاص بعينه وقلت انه ناس فاهمين انت بتعني ماشي يا خدي واحد ولا اثنين معروفين بسبابهم ومعروفين بغسوهم للاخرين لانهم هم عندهم عقد نفسيه وعندهم تراكمات في جواهم من هذه الناحيه حاولوا يطلعوها في هذه الصور وهذه الدعايه السالبه لانه بيحاولوا يغطوا على انحرافاتهم السلوكيه انحرافاتهم النفسيه لكن الدين منهم براء. وعندنا نماذج لشيوخ دين كثار جدا الحمد لله ساعدونا كثير في الدعوه وفي الارشاد في اشياء زي كيف تطلق احكام زي دي واتهامات زي دي على شيوخ دين لمجرد انه انت بتختلف معهم في طريقه الطرح؟ انا ما قلت ان شيوخ الدين كلهم الاثنين اول واحد المعينين اللي واحد او اثنين فقط والحاجه دي معروفه عند الناس كلهم ما عندي انا حتى تلامذتهم اللي كانوا معاه بيقولوا الناس دي الناس منحرفين سلوكيا واخلاقيا وناس عواليك وناس أسوأ من مشي على الارض تماما بهذا الشكل. انت بتعرفه انت طبعا نعم مسؤول نعم عن كلامك تماما وبدعو تماما انه مجتمعنا يكون مجتمع نقي يكون مجتمع نظيف من كل هذه الشوائب حتى ولو ناس ابو لكن بطريقه مدغمسه وطريقه مدغمسه انه ناس ما عندهم ضمير وما عندهم اخلاق من نجسي الاهاب كسيري اللعاب والناس اللي ما عندهم لا دين ولا عندهم ولا حتى من ذوي الالباب. هل صحيح انه المراه السودانيه من اتعس نساء الارض او اتعس نساء الارض حسب كلامك؟ نعم المرأة السودانية أتعس نساء الأرض؟ نعم. ليه؟ ليه؟ أنا هنا بستغل هذه الفرصة يا أستاذة صديقة الجميلة وبقدم لحواء سودانية اعتذار يا حواء سودانية نيابة عن كل الرجال السوداني سامحينا. أول مرة لقى لي رجل سوداني متحامل على الرجال السودانيين ناحية المرأة. تحملتينا بعرقنا وبريحة سجايرنا وبصعودنا وبكل عين المشققات وبعرقنا وبوساختنا تحملتينا بسهرنا وبعدنا برا البيت تحملتينا بعدم صرفنا وتحملتينا بخيانتنا لك من حين الى اخر بتسقط الحالات الفردية على المجتمع عموما فنحن مدينين باعتذار الى حوال الصامدة الى حوال مناضلة الاخوت والابنة والام والصديقة والزوجة وده اعتذار بقوله عن كل الرجال السودانيين بقول لها يا حواس عدينا عدينا فرصة نبدأ من جديد ونبدأ خطوة من قدام نحن وانتو مع بعض يكون عن غوام الحب والمودة ونديني فرصة نبدأ من جديد. يمكن الرجل السوداني ما ده يبدأ من جديد تتكلم باسم الرجل السوداني تتكلم باسم شعبي كامل حولت نفسك وتوطى نفسك نبدأ من أول ونحن البيننا عامرة زي ما كنا أول. ما جاوبت ليه حواء السودانية من أتعس نساء الأرض؟ أتمنى أنه في أي يعني راجل عنده مشكلة مع عمرته أو مع خطيته بعد الكلام ده يرجعوا لبعض يبدو حياة جديدة ودونا الكلام اللي انت قلته ده دي الاسباب اللي بتخليها بعدين الفتحه بعدين بعدين دون الفتحه بعدين اوكي تمام نعم. الكلام اللي انت قلته ده الاسباب اللي بتخلي انه حواء السودانيه اتعس نساء لا غير كده حواء السودانيه من ما ولدوها اذا بشر احدا بالانثى بس ودنا هو كظيم ادي الدايه بنت امسكي ده 20 حيقه ولد ما شاء الله تلقى فرحان حاجه ثانيه الختان ده تفكير رجعي وقديم جدا وتشويه ما حاصل هسه تشويه الاعضاء التناسلية للأنثى الزواج المبكر عدم وجود أماكن لرعاية الأم والطفل بصور كويسة العنف الأسري اللي يمارس تجاه البنات وتجاه السيدات أيضا الأسلوب الصعب جدا في القوانين الملاحقة بالقوانين المضطهدة للمرأة ولحريتها ولأشياء كثيرة جدا التحكم في حياتها بأشياء كثيرة جدا جدا العنف العاطفي الاستغلال الجسدي اعتداد الجنسية المتكررة التحرش يعني حاجات كثيرة جدا هي بتمر بها بتحملها أضف إلى ذلك أيضا إنه يعني أمهاتنا وسيداتنا وأخواتنا بيعيشوا في بلد يعني ما مستقر لا أمنيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا في إشكالات كبيرة جدا جدا دي كل حاجات موجودة 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 وحقيقية لسه كمان في النهاية يعني المرأة المسكينة في معسكرات اللجوء ومعسكرات النازحين وفي المناطق الهامشية وفي الشغل المدعب وحاجات زي دي برضه وعملت قبل كده عنها يعني مقالة كبيرة فقلت إن المرأة السودانية هي امرأة من فولاذ فعلا عشان هي امرأة من فولاذ قادرة تتعايش مع الأوضاع ومع اللي أنت بتقوله ده كله هي امرأة من فولاذ فحقيقة إن هي أتعس نساء الأرض دي ما حقيقية لكن في ظل هذه الأشياء هي تعتبر عموما احنا السودان نفسه نعرف احنا مسوين كيف في السعاده العالميه احنا نطيش في السعاده العالميه في حاجه اسمها مستوى السعاده والرفاهيه العالميه ايوه لكن برضه حواس السودان نطيش ما خلي حواس البلد كلها تطيش
فهمت كلامي؟ وكون احنا دخلنا التصنيف دخلنا التصنيف دي حاجه كويسه، البلد كلها طيش، لكن حواس سودانيه برضه فيها المراه الناجحه والمراه العامله وبيحاولوا يغيروا من المجتمع وبوجودهم منظمات وناجحين خارجيا. نحن رجال، اي اسم لامراه سودانيه عملت خارجيا هي بارزه وناجحه تماما. نحن رجال كان نساء، كلنا في النهايه كنا نطيش في مستوى السعاده العالمي. في بلدان ما دخلت في التصنيف اصلا، الحمد لله يعني في بلدان ما دخلت التصنيف. احنا دخلنا التصنيف يعني ما حكون نحن اللي قدام اكثر تعاسه في حاجه، شايفيننا قدامنا دي ده بنقول لك الواقع اجمل ان شاء الله. نتمنى ذلك، لكن في ظل يعني وجود مجموعه من اللصوص المتألغين هم الاكثر لوما على المرتبه السودان، حتكون مشكله كبيره جدا. احنا ما عندنا مع الاسف يعني البلد ما عندها وجيع، ما عندها قيادي او سياسي راشد، ما عندنا انسان محنك، ما عندنا زول عنده كاريزما، اللي عندنا ذول كلهم بس يعني تمام جيرتك ما اكثر من كده. كان عندك طموح انك تخش الساحه السياسيه؟ بالعكس، اني لكم وزيرا خلي لكم مني اميرا. انا بحب الانتشارات من برا لبرا، لكن الشغل السياسي كويس. انا اعترفت انك بتحب الانتشارات وقبل بتقول لي انا خجول جدا وما بحب الاضواء. الانتشارات انتشارات تحب الانتشار وتحب الاضواء. الانتشارات اقدم النصح والارشاد، لكن للسياسيين حب في السلطه او في كذا لا ما بحب، ما بتنجح كقيادي. لكن مع الاسف الشديد الحاجه بشوفها قدامي الان انه لازلنا نعيش في واقع مأزوم تماما، انه بنعيش في ظل سياسيين مع الاسف مدنيين يحبوا السلطه، عندهم نرجسيه انا هم وبيمثلوا زومبي السياسه السودانيه. زومبي شنو؟ السياسه السودانيه يعني تماما شو؟ يعني زول بيكون مشوه، بيكون خلاقي كده، بيكون شكله غريب، بيكون يعني لا اعرف حي لا معروف ميت. هذا حاصل، احنا ما عندنا قياده، ما عندنا قياده رشيده. وحكايه النفق وما عارف عندنا ضوء في اخر النفق، وما في نفق ذاته عشان يكون عنده في عندنا الفوضى اول ولا اخر، ما في نفق ذاته، ده كله كلام بتاع حشو ساكت. ليه من البدايه شان هجوم على المؤسس؟ ليه شان هجوم على عبد الله حمدوك من ما يتقلد رئيس الوزراء؟ طبعا ليه دائما بتحاول تتفه من مصطلحاته وتستهزأ بصوره ما ظريفه؟ أيوة. مما كان في ترشيحات انه يجي رئيس وزراء انت كنت بتقابله بالهجوم ده؟ دائما الانسان المتخصص يكون عنده رؤيه للانسان. فكان واضح انه الشخص اللي ذكرتيه، انا ما احب اقول الاسماء حقيقه ده، انه ما عنده علاقه بالسياسه اساسا. من وين قال؟ دقيقه، ما ده دي قرايه لغه الجسد، مخارج الحروف، الحركات، التعبيرات، ما عنده رؤية، ما معترف بالحياه العمليه خارجيا كلها، ما معترف بانه هو نجح كرئيس وزراء في الفتره اللي تقلد فيها رئيس الوزراء. فرق بين انك انت تكون بتعمل من منظومه انك تكون انسان شنو؟ انك انسان ضايق او تحاول تخلق لك فارق. احنا مع الاسف لا عندنا زي مثلا بول كيغامي، لا عندنا زي مانديلا، عبد الله حمدوك ما قائد، لا عندنا زي الحله، لا عندنا زي كيغامي، لا عندنا زي عبد الله حمدوك ما كان قائد. ده السياسي الوحيد اللي اتفق عليه الشعب السوداني، ده وهم كبير جدا، ده وهم كبير، حكايه انه شعبيه لم تتحقق لشخص قبله، ما حققت، ما اجماع ومحبه، الشعب السوداني ما حب سياسي قدر ما حب عبد الله حمدوك. كيف بنقدم مشاهدات؟ شعبنا كان طالع من 30 سنه من الظلم والغه، طالع من ثوره تم اختطافه وسرقته من مجموعه من اللصوص المحترفين المتأنغين. مع الاسف الشديد كان بهدف اي زول كان بيشوف امل لقدام. هذول معلومات كثيره جدا انه الشخص ده وعنده قدرات حيطلعكم حتمشوا البلد حتدفع وكلام كثير، وطلع انها كله هباء منصوره ما اكثر من كذا. عشان قلت لك عشان كذا قلت لك الخازوق بتاع الجبيت دق ليه؟ هو ده حقي في النهايه. من هباء منصور عبد الله حمدوك في فتره تقلد رئاسه الوزراء حقق انجازات خارجيه مهمه جدا ما كان في ذو حد حقيقه. اقول لك لو ما علاقاته بالخارج ولو ما تعاملاته ولو ما هو عبد الله حمدوك كشخصيه ما كان في ذو حد عمل. انا بتكلم عن الواقع الراهن انه اذا كان في انسان عنده الكاريزما اللازمه لهذا الشعب انه يغوده كان حسب بقينا في مصاف دول كبيره جدا، لكن مع الاسف احنا ما عندنا قياده رشيده. السودان ليس فيه الان قيادي او سياسي رشيد او راشد، ما في. فهمتي؟ والموجودين دول كلهم بيقولوا احنا مدنيين ونحن ما عارف شنو ونحن بتاع، لو شلتيهم عينتيهم مع بعض كلهم هو زول زي الناس، لو اديتيهم بقاله عشان يديروه ما حيديروه لك. بتأيد الحكم المدني ولا العسكري؟ طبعا احنا دارين مدنيه، كنت تكون مدنيه على ايدي اشخاص يتحملوا المسؤوليه، ما دارين اشخاص بتاع السلطه، اشخاص نرجسيين وحب الذات، داري يسافر، داري له منحه، داري يشتغل، داري يكون وزير، داري يمشي يعمل له لجوء، داري يمشي يعمل له جنسيه ثانيه، داري ينزل من بلدنا ومن ترابنا
ومن أرضنا ويقدر يعرف الواقع السوداني بكل تفاصيله ويكون عايش الواقع السوداني. انت عاوز زول بالمواصفات دي ليه كنت معادي للثورة؟ دقيقة. ويكون عنده كاريزما، يكون عنده كاريزما حق القيادة وكاريزما ان يمشي الشعب ده اللي قدام. طيب وكده انت الكلام اللي انت بتقول فيه ده ليه عادت الثورة من بدايتها قبل ما تعرف ان الثورة حتنجح ولا لا وحتستمر ولا لا وحتجيب منه وحيحصل شنو؟ بالعكس. اول ما حصلت هذه الثورة السودانية أنا نبهت الناس في الوسائط قلت لهم يا جماعة هذه الثورة تم اختطافها. لا أنت أول تصاريح قلت إنه تجمعات الشباب مثل جلسات الزعم. ما قلت كده، ده كان من جهاز الأمن يعملوا حاجات زي دي الناس. أنا طبعا قلت لك من شهرتي الحمد لله أي حاجة بالأصل يعني جهاز الأمن خلى الثورة السودانية وبقى يلف في تصريحات لبلده. ما قلت كلام زي ده نهائيا، ما قلت زي لما تزار وبعد ذلك نفيت وين؟ نفيت وين؟ نفيت كل الوسائط. هذا الشيء قلت لك يا جماعة إنه هذه الثورة تم اختطافها والاشخاص اللي شايفينهم حاسه حاليا ديل قالوا نحن ناس الحريه والتغيير ونحن نمثل الشعب. قلت لهم ديل عباره عن لصوص ليس اكثر من ذلك وحاولوا انكم احموا هذه الثوره. عملت لي مقاله مشهوره قلت فيها يا ايها السائرون اذهبوا تحسسوا رشدا، تحسسوا رشدا يعني شوفوا ثورتكم دي شالها وين. تفهم كلامي وديل حصل في النهايه طلع من تجار الدين لتجار الدم، من تجار الدين الى تجاره الدم وعويل النساء وعويل الامهات والأمهات اللي فقدوا يعني أبنائهم وبناتهم في هذه الثورة السودانية. جلسوا عليها الناس ديل على الجمايم عملوها في النهاية تجارة جديدة وهذه تجارة سيئة وفي النهاية لن تنجح، هتكون تجارة بائرة وفي النهاية شعبنا حيصير مرة أخرى يخلق الواقع الجديد إن شاء الله نحو السودان جديد. الرحمة والمغفرة للشهداء ودي ضريبة إحنا لازم ندفعها عشان نحصل على التغيير اللي إحنا دايرينه. لكن في النهاية السودان الجديد غادم، السودان الجديد جاي. وبدل ما اقول لهم دائما اخير سوداننا بكره من سوداننا ناو، سوداننا بكره يا جماعه جاي احلى جاي ان شاء الله. احنا ماشيين في الزحف اللي قدام ان شاء الله. قدمت دعوه للوزير السابق خالد سلك بانه المفروض يجيك عشان تعالجه من ادمان التمباك. طيب هذا الوزير لما السؤال ما انتهى. نعم. انت مالك؟ ده سؤال شخصي، ده سلوك شخصي. طيب. يعمل هو الداير تمباك سجاير هو حر. طيب انا برضو دي واحده برضو من الاشياء انت عارف انك لازم تعلق على اي حاجه. اي وزير عنده سلوك شخصي ما بيضر باي مصالح دي واحدة لا دخل البلد برضو من الاشياء اللي بتديك محلك. فهمتني؟ هذا الوزير لما خدت سفه وفي المؤتمر العمل وده خدت فيها سفه انا لا شفته ولا كنت حاضر ذاتي. تمام. بعد الصحفيين اتصلوا بي قال لي شوف الفيديو ده. صحفيين؟ ايوه. الفيديو ده بتاع وزير حتى له سفه في مؤتمر. رايك كطبيب شنو؟ قلت له يا جماعه هذا الامر يعتبر ادمان للصعود. ليه ادمان للصعود؟ لانه اذا انسان قاعد في حته عامه لم يتمكن من التحكم في رغبته في بعض شيء معين ده يعتبر ادمان رسمي. يوم شفت ترامب شايل له بتاعة ويسكي ولا حاجه حصل؟ اي حوارك لازم يوم ترامب ايمانويل ماكرون شايل له سجاره في مؤتمر حتى كان بيشرب لا في احترام لاشياء معينه. لو تجاوز معناه هذا الشخص يحتاج الى معالجه. قال رأي مهني لا ما رأي تجاه شخص معين تجاه سلوك بتاع إنسان سلوك غير مقبول يعبر عن حالة مرضية اسمها إدمان الطبخ. ما أكثر من كده. طيب أنا حديك أسماء. نعم. حتقيمهم لي نفسيا، حتقيمهم لي سريع كده نفسيا. أسماء معروفة أنت بتكون عارف سلوكياته ومشاهده. طبعا الأسماء قد تكون فيها مشكلة طبعا يا أستاذة لأن ما قعدت معهم. حتى لو ما تقييم دقيق من خلال متابعاتك ومشاهداتك تديني التقييم الأقرب لهم كأسماء. تمام؟ دكتور عبد الله حمدو. طبعا أنا برأي أنه كان رجل الخطأ في الوقت الصحيح. الرجل الصحيح في الوقت الخطأ. الرجل الخطأ في الوقت في الزمن الصحيح. الشارع شايف أنه هو الوقت الصحيح، الرجل الصحيح في الوقت الخطأ. الشارع تم تغييبه. ما في زول بيقدر يقيم مجتمع كامل. وتم اختطاف إرادته. تم إيهامه. بأشخاص إن هم من يمثلوه هم أبعد ما يكونوا عنه. مجموعة يعني ترأست يعني الحق من غير استحقاق. وجهة نظرك. فهمتني؟ وأدمنوا الشغاوة والنفاق. وجهة نظرك. وفي النهاية شعب يلفظهم. ليه؟ لأنه أدرك إنه دي ليست الحقيقة. ما حقيقي ترى عبد الله تقدم استقالته والشعب ما لا بد من الاستكمال ما بدأناه تماما. طالبتك بتقييم لا بد طالبتك بتقييم نفسي وليس رأي سياسي. ما أنا قلت لك أنا زول أنا ما قعدت معه شايفه شخصية عامة ما تروح على الجميع من خلال لغة الجسد من خلال كل التفاصيل تقدر تقيمه نفسيا. لكن كرؤية عامة إنه شخص يعني لا يمتلك الملكات
ما عنده كاريزما قيادية تماما. معقول؟ إنسان يعني حسن النية حسن الطوية، ما عنده إدراك للواقع السوداني، لا يحمل رؤية للمستقبل، شخص مهزوز عديم الثقة، لا يمتلك القدرة على التغيير، ما في روح المصادمة أو روح المجالدة، يعمل دمًا إلى المهادنة وإلى الخنوع، ينحني أمام أي شيء سواء كان عاصفة أو كان نسيما عليلا. فده كله يعني حاصل. خالد سلك بس متقي بيل في موضوع الصعود زي ما قالوا الصحفيين، إن ما له هو بس أي غير بصف صعود حق يتعالج من دم إدمان الصعود. ما تابعت لكلامه لفيديوهاته عشان تحكم عليه؟ ما بكثري. دكتور محمد ناجي الأصم حقيقة إني ما قعدت معه وشفته قبل كده، ما عندي به أي علاقة شخصية. خلال مواقفه في الثورة وبعد الثورة وقبل الثورة بتحكم على شخصيته إنها هي عاملة كيف؟ بترى إنه هو كيف؟ أنا برى إنه هو إنسان متوازن، إنسان هادي، إنسان يعني مقبول، هو لفظه جميل، لسانه عفيف، لكن ما شايف يعني عنده كان بوت كثير كده في يعني عمل تغيير كبير في الحاصل. ولا مواقفه في بداية الثورة إنه هو أول من طلع وأعلن إنه هو جزء من تجمع المهنيين. بغض يحسب له طبعاً دون شك فيها شجاعة. إنه هو مصادم وشجاع. أيوة فيها يعني شجاعة كبيرة جداً، لكن زي ما قلت لك إنه ما في القدرة على خلق المجموعة، ما في القدرة على إيصال الفكرة للآخرين بصورة كويسة. برضو التأثير بعمق. بيكون في تأثير لحظي، زي بيكون قاعد مع زوج بتأثر له لحظيا كده، ما نطلع برا بنسى أي حاجة. لكن محمد ناجي أصلا كان تأثيره واسع جدا. ما قلت لك يعني ما هو في النتيجة احنا بنحسب في النهاية النتائج. مثلا حسب لو عاينتي هديك بس مثال بسيط، ربنا مثلا الأعلى. مثلا الثورة الكوبية. الثورة الكوبية لو جبت صور فيديل كاسترو راول كاسترو وارسنتو تشي جيفارا، جبت صورهم كده، جبت صور الجماعة ديل، تعرف الفرق الحاصل شو؟ نحن ما انهم ما نتكلم عن ثورتنا، احنا بنتكلم عن الناس المؤثرين فينا وفي ثورتنا. لو جبتي الثورة الصينية، انا معلومة على الثورة الصينية، الثورة نتكلم عن ثورتنا وعن الناس اللي اثروا فينا واحدثوا فينا تغيير. لو جبتي صورة الزعيم ماو تسي تونغ جنبه كانشينغ جنبه شوي لاي جنبه لي بينغ، لو عينت لهم كده في نظرة في العيون، النظرة دي نحن بنشوفه دائما، نقطة العزيمة والقوة والإصرار. هنا عندنا ما موجود، احنا عندنا موجودة لما نطلع شاب طبيب يصرح انه هو عضو من جسم التجمع المهنيين في وقت زي الحكومة الفاتت، ما في رباطة يأس وما في شجاعة أكثر من اللي كان بيتمتع بها محمد ناجي الأصم في الوقت ده. متذكر شكل الحكومة كان عامل كيف؟ أقول لك حاجة، تفضل. في قمة الإنقاذ سطوته هذا النظام البايد، سطوته وقمته سنة 91 أيام السطوة وأيام كوما داق والهناي. انا كنت في الاتحاد المؤتمر الثانوية كويس؟ تمحت تباري في الفترة دي، ما حس زمن الناس، لا زمن اول ما كانت القوة والناس كان في قوة لحد اسقاط، لحد لحظة اسقاط النظام كان في قوة. فهمت كلامي؟ ما تعقدت بالقضية دي ولا قلت لهم يا جماعة جيبوني وانا وداير حق النضال ودوني حق الكفاح بتاعي، ما في زول اخذ حق النضال حق الكفاح، دي حياة ما مدفوعة الثمن. أنا كنت بمشي من المحتضن للامتحان بتاع الشهادة. طبيعي ناس كتير جدا واجهوا الحاجات دي على مدى 30 سنة. طبيعي من المحتضن كنت بمشي للامتحان بتاع الشهادة، والناس ما في الامتحان جات اليوم ده بتاع شنو؟ دي مواقف شخصية. إلا أشوف دي مواقف شخصية أنت اللي بتضيف لك. دقيقة ما عملنا بها نوع من المتاجرة. ما في زود تاجر. المواقف الثورية ما في. دقيقة المتاجرة في الثورة ما تجارب الدم بس. تجارب المواقف أيضا. وتجارب ثمن النضال. اي زول جاي يقول لي اديني ثمن تعبي وثمن وقوفي وثمن كذا، عشان كذا قلت لك ان احنا نحتاج الى ثوره اخرى، ثوره حقيقيه تدي كل زول تديه حقه في بيته وفي حلاله. بتكلم عن تقييم نفسي وانت بتتكلم لي عن مغزى يا ما مشكله. اخر شخصيه تقييم نفسي علي بلده. الحمد لله والشكر لله، علي بلده شخص سوداني بسيط يعني هادي ورضي. قيم نفسيا زول نفسياً. ايوه زول متوازن. ما حد يقول غير زول جريء. شجاع مصادم باله سلبة يتحمل الانتقاد. يتحمل الردم. فهمت كلامي؟ فهمت كلامي. يستهزأ في المواقف الصعبة. ينحني للعاصفة. فهمت كلامي؟ يغني عندما يبكي الآخرون. فهمت كلامي؟ يستمع عندما يصمت الجميع ويتكلم أيضا بالحقيقة المجردة، وما عنده زي ما بقوله كده يعني قشة مرة أيا كانت،
زول عارف نفسه، عارف ملكاته، عارف قدراته، عارف متين بيجيف وبتين بينتهي. واتمنى يا استاذه ملاس ان يكون في كل ذوق حله في علي بالله. لا لا احنا واحد ما قادرين عليه، معلش انا بعترض على الكلام ده شديد، احنا واحد متعبنا شديد. انا شاكرة لك جدا على الاستضافه دي وعلى العيديه اللطيفه، نورتنا وكنت زي ما عهدناك شفيف وصادق وصريح وبالك طويل، دي اهم حاجه. كل سنه وانت طيب وشكرا جزيلا لك. التحيه وان شاء الله دائما يعني نفرح لقدام والناس تعيش يعني مستقبل زاهر. دائما بقول للناس يعني دائما بقول لهم انه اخير سوداننا بكره من سوداننا ناو. وحاجه ما كويسه كل زول براو بارا والجنينه حلفه ولا باو، واخير سوداننا بكره من سوداننا ناو. وفي النهايه برضه يا استاذ ملاس حنبنيه طبعا، ولو طال الزمن يوماتي وطن شامخ وطن عادي وطن خير ديمقراطي ديمقراطي. مشاهدينا دي كانت حلقتنا مع بروف علي بلدون، اتمنى ان نكون جاوبنا على كل التساؤلات الغريبه حول الشخصيه الاغرب. حتى جديد الملتقى، في امان الله.